أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا سحر ولا شعوذة، ومن غير الحوجة لصندوق الدين الدولي، صندوق النقد، ولا حتى المد الإيدين لحد. النهاردة في واحدة من الأخبار المفرحة في بر مصر المحروسة. النهاردة خبر مفرح جدا، بعد ما قدرت الحكومة المصرية بفضل عبقرية وحنكة وعظمه قياده زعيمها عبد الفتاح حسين خليل السيسي، قدرت النظام ده يجيب 3 مليون و300 مليون دولار، مش جنيه. انا عايزك تصحى للكلام كده بس الاول، 3 مليار و300 مليون دولار. انا ما بفهمش، بس دولار. الاستثمارات دي نزلت ترخ وشكلها بدات تروق وتحلى، وهنلعب بالفلوس لعب يا مصريين. ولا احنا دلوقتي محتاجين نستنى قرض، ولا حد يفرض على المصريين شروطه. لكن ما في سؤال، هو ال 3 مليار دولار و300 مليون دول جم منين؟ يعني عبقرية وحنكة ودراية السيسي طلعت الفلوس دي ازاي؟ يا حضرات امسك نفسك، 3 مليار و300 مليون دولار حصيلة بيع أصول مصر للصناديق الخليجية في 2022. دي محصلة الغلة بتاعت بيع أصول بعض الحاجات في مصر. قال رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، ركز كويس قوي، صندوق مصر السيادي مش الحكومة، أن الصندوق نجح في جذب استثمارات بقيمة 3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية الخليجية في عام 22، جانب منها ما كله بالعملة الأمريكية الدولار، وجانب آخر بالجنيه المصري، مشينا يتشارك القطاع الخاص مع الصندوق في جذب رؤوس الأموال. حلو. وتابع أن الصفقات دي اللي تمت سيتبعها مجموعة أخرى من الاستثمارات بالمشاركة مع القطاع الخاص. يعني ببساطة الأستاذ الإبياري بيتكلم على ان مصر باعت مجموعة اصول جابت 3 مليار فقط. قلت لي بقى بيع الاصول، طيب حضرتك الاستثمارات دي الخليج جابت فلوس اشترت بيها، ولا اخواننا في الخليج لهم عندنا فلوس اصلا وحطينها ودائع وانت خدتها وبعت بيها الاصول؟ اصحى للكلام. هل الاخوة في قطر والكويت والسعودية والامارات والبحرين واي دولة راحوا جابوا فلوس جديدة واشتروا بيها الأصول، ولا دي كانت ودائع بتاعتهم عندك وانت بدل ما تديهم الودائع تردها لهم بعت لهم بيها حاجات؟ زي كده لما يكون عندك بيت كبير ومفلس وعليك ديون، فتضطر تبيع الكنبة، تبيع التسريحة، تبيع السرير. هل ده استثمار؟ طيب إذا كانت دي ودائع للخليج، فاضل عندنا كام بعد ما أخدوا بثلاثة مليار دولار شوية شوكولاتات كده؟ يعني الودائع بتاعتهم دي قد إيه؟ نرجع لخبر في أغسطس ده 22، 15 مليار دولار. آدي الخبر أهو في جريدة المال المصرية، في جريدة المال المصرية، 15 مليار دولار ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي، تعرف على مواعيد استحقاقها. الكلام ده كان يوم الاثنين 15 أغسطس. قال تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أن ودائع دولة الإمارات العربية والسعودية والكويت تسجل تقريبا 15 مليار. وأشار التقرير أن السعودية تمتلك وديعة بقيمة 5 مليار ويتم استحقاقها في أكتوبر 26، والكويت تمتلك وديعتين بقيمة 4 مليار على أن يتم استحقاق الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر ده. يعني الكويت ليها ودائعتين ندفعهم الشهر الجاي، ومليارين آخرين يتم استحقاقهم في إبريل اللي فات. حلو. يعني الإخوة في الخليج هم ليهم 15 مليار عندنا في البنك المركزي، اللي هو فيه حوالي 33 مليار دولار تقريبا، منهم 15 بتوع الخليج، نقص من 15 دول 3 اللي اشتروا بيهم أصول مصر دلوقتي، يتبقى كام؟ يتبقى 12 مليار دولار. يعني قد اللي اشتروه النهارده من مصر 4 مرات. يا نهار ابيض، ده كده عبال ما نسدد لهم ال 15 مليار هيكون شطبوا على مصر كلها.
هتقول لي انت جبت الكلام ده منين؟ هقول لك ارجع للسيسي في يونيو اللي فات بعظمة ذات لا لسانه وهو بيقول لهم انا قلت لاخواننا في الخليج. انا هقول لك ليه، اسمع كده بيقول ايه. انا بيعجبني سيسي لما بياخد اداء كده الحكمه، يعني بياخد راس الحكمه ويتكلم كده. لك قلت لهم هم انتوا ليكم عندنا ودايع، ما تيجوا تاخدوا بيها استثمارات. ليكم عندكم ودايع بكام؟ ب 15 مليار. لحد دلوقتي هم اخذوا بالودايع دي ب 3 مليار، من 15 باقي 12 مليار. يعني عبال ما نخلص ودائع الاخوه في الخليج عندنا في مصر هيكون مصر ما فيهاش اي حاجه. من ساعتها، من ساعه الجمله بتاعت راس الحكمه دي واقف يعمل كده، وبدا السباق على الاستحواذ على اي مال سايب في مصر. وصاحب الحاجه اللي هو انت بالمناسبه يعني هيصحى في يوم مش هيلاقي حاجه. ادي خبر اهو، سباق الاستحواذات على شركات مصر الرابحه. السعوديه والامارات تتسابقان للاستحواذ على قطاعات الأسمدة والحاويات والمال، وقطر في الطريق. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يعني إما نستلف أو نتداين ويتفرض علينا شروط، وإما نبيع البلد وإحنا ساكتين. بس برضو يحسب للسيسي إنه عمل الاتنين، الرئيس الوحيد اللي عمل حاجتين، داين البلد استلف يعني وباع البلد. وده اللي بيقوله الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة في الكلام ده. محمود وهبة بيقول السيسي يسبح ضد قوانين الاقتصاد وستهزمه، فلن ينقذه صندوق النقد لأنه يزيد الديون، والعرب يبادلون ديونهم بالاستحواذ على أصول مصر. ارحل الآن. هو ده كلام حقيقي جدا. وهات لي مذيع من دمى السيسي، شرابات السيسي اللي بتطلع كل يوم على الشاشات، يتحداني في الكلام ده. 3 مليار دولار يا حضرات استثمارات الإخوة في الخليج داخل مصر، اشتروا بيها شركات. ال 3 مليار دي مش فلوس جاية لك من بره، دي ودائع الخليج عندك اللي هي تبلغ قيمتها طبقا لجريدة المال في أغسطس 15 مليار دولار. صرفوا منهم 3، اشتروا بيهم كل الشركات الناجحة، باقي 12. يا ترى ال 12 دول هيشتروا ايه؟ انما خدت بالك بقى مين اللي قبض مفروض الدولارات دي؟ الصندوق السيادي. يعني ساعه الديون يشيلها للمصريين كلهم. خلاص؟ وساعه القبض اللي يقبض الصندوق يعبي ويشيل. طب ما تحط الفلوس دي في البلد. ايه المشكله؟ بدل ما انتوا رايحين تشحتوا وتمدوا ايدكم وتلحسوا نعل صندوق النقد عشان قرض. ثم السؤال، مين اللي بيدير البلد؟ الحكومة ولا الصندوق السيادي ولا حد تاني؟ وإزاي يعني محدش له سلطة على الصندوق ده ولا يقدر يحاسبه ولا يطعن على قراراته؟ دي إنجازات أهي. أدي خبر أهو، قانون يمنع الطعون القضائية، ما دلالة تحصين صندوق مصر السيادي ضد المساءلة؟ إنجازات بيع البلد دي اللي بيروجوا ليها النظام مش جديدة عليه، هي نفس إنجازات تفريعة قناة السويس اللي مر عليها دلوقتي 8 سنين وما شفناش منها أي حاجة. هي نفس إنجازات العاصمة الإدارية اللي في الرملة، اللي في قلب الصحراء، اللي اتكلم عنها المفكر العربي الكبير يزيد صايغ، وكتب وقال استعجال المشاريع من المظاهر الفارقة التي تميز أو تميز الرئيس السيسي عن أسلافه، كما ظهر في مشروع تفريعة قناة السويس حيث أدى إصراره على الإنجاز خلال سنة بدلا من 3 إلى مضاعفة الكلفة. والاستعجال يعني في الكثير من الأحيان عدم أو تأخير إجراء دراسات الجدوى. اللواء عابدين اتبع النهج ذاته. ده كلام يزيد صايغ وحقيقي. بالمناسبة المشروعين دول، تفريعة قناة السويس اللي هاجت عليها إعلام السيسي وطلعوا رأسولها والعاصمة الإدارية، تسببوا في استقالة محافظ البنك الأسبق هشام رامز، خلاص، وتسببوا أيضا في استقالة محمد زكي عبدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وده دليل باهر على النجاح. نجاح نقل مصر نقلة نوعية، زي ما بيقول صاحب البوست ده من كام يوم، بيقول فاضل يا أيام ونحتفل بمرور 9 سنين على افتتاح قناة السويس الجديدة، المشروع اللي نقل مصر نقلة، أو النقلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. هو البوست قديم بس بيقول فاضل ايام ونحتفل بمرور 9 سنين على افتتاح قناه السويس الجديده، المشروع اللي نقل مصر النقله
اللي احنا عايشينها او شايفينها دلوقتي. عشان كده الناس استرجعوا النجاحات اللي وعد بيها السيسي واعلامه وفكروا بعض بيها ونشروا فيديوهات للوعود دي. خلينا نشوف عنوان الخبر ده الاول: نشطاء يستذكرون وعود السيسي واعلامه ودولة 2020 الجديدة. ده في العربي 21. تعالوا بقى نتداول مع بعض فيديوهات الوعود دي، وعود السيسي وعود اعلاميينه، ونشوف التغريدات كده. العب. صدقوا درويش كل عصر، وكل عصر في الشعب كده بهاليل جمع بهلول، يصدق الصنم الاعظم. بهاليل صدقوا اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله، صدقوا انه 30/6/2020 هتشوفوا دولة تانية. دولة ده انت لو هتغير شقتك هتاخد فيها سنتين يا راجل، ما بالك بدولة. الناس ليها حق الصراحة، بصراحة يعني الناس ليها حق. هم شايفين بعينيهم ازاي بقوا من قد الدنيا الى بيع البلد، ومن اغنى الناس الى كل يوم غلو في غلو في كل حاجة. خد حتى السجائر، التجار يرفعون اسعار سجائر مارلبور وال ام 14 جنيه. طب انت مالكش في السجائر؟ ربنا تاب عليك منها والحمد لله، بس اكيد عندك ولاد صغيرين رايحين المدرسه مش كده؟ خد الخبر اهو: ارتفاع جنوني الاسعار ملابس المدارس والمصروفات في مصر. جنوني. انما وسط المشهد البائس ده في حاجه تفرح، حاجه عدله، ودي حقيقه بجد مش بهزر. من غير لا طبل ولا يحزنون ولا زمر ولا احتفالات بالالعاب الناريه، انجازات في صمت. تعالوا نشوف في الجراف ده ازاي ملايين المصريين اللي بره مصر بيعملوا انجاز في صمت ومحدش بيسمع عنه كتير. اتفرج يا حضرات المصريين في الخارج، تطورات تحويلات المصريين بالعاملين بالخارج خلال اخر 5 سنين ماليه، القيمه اللي هيتكلم عليها بالمليار دولار. في 2017 و18 26 مليار دولار، ارتفعت في 2018-19 ل 25 مليار دولار، في 19-20 بقت 27 مليار دولار، في 2021 بقت 31 مليار دولار و4 و400 مليون، في 21-22 31 مليار دولار. ده البنك المركزي المصري، يعني المصريين اللي في الخارج دخلوا في مصر 31 مليار و900 مليون في صمت، ولا حد طبل لهم، ولا حد قال لهم متشكرين، ولا حد قال لهم تسلم ايديكم، ولا حد غنى لهم، ولا اي حاجه في الدنيا. مصريين في الخارج حولوا داخل مصر 31 مليار دولار و900 مليون، حقهم مهضوم، رغم انهم اكبر مصدر للدخل في مصر، لكن مفيش اهتمام بيهم خالص. ويوم ما بيقع واحد فيهم مش بيلاقي الحكومه جنبه، زي ما بيقول الناشط علاء بيومي في البوست ده، بيقول اكبر مصدر للدخل في مصر هو تحويلات المصريين في الخارج، اكتر من 30 مليار دولار سنويا، وهو مجموع السياحه. السياحه بتدخل لمصر من 8 ل 12 مليار، ده لما يبقى حاجه جامده قوي. قناه السويس بتدخل من 6 ل 8 مليار، ده لما الدنيا تبقى ضاربه بقى. صادرات الغاز، المواطن هو تقريبا اهم واغلى مصدر للدخل في مصر، ومع ذلك لا يوجد ادنى اهتمام به، لان كل الدخول والقروض تذهب بالاساس لخدمه محاسيب النظام. 1 إلى 5% من الشعب بيتمتعوا بالنصيب الاكبر من خيرات البلد، اما الفقراء فبيمشين من فقر لفقر أسوأ والله اعلم. مصر عندها ثروه اسمها العاملين بالخارج، دخلوا في مصر 31 مليار و900 مليون دولار. ما في شيء في مصر بيجيب الرقم ده، لا قناة السويس ولا السياحة ولا الغاز ولا البترول ولا التصدير ولا أي حاجة. العاملين المصريين في الخارج دخلوا 31 مليار دولار، دول ثروة البلد الحقيقية، دول هم إنجاز مصر، هم البطل اللي بجد، هم أصحاب الإنجاز اللي محدش بيغني لهم. تخيل انت 31 مليار قدام كده، قدامك حطهم كده قدام الثلاثة مليار بتوع الخليج. تخيل انت بتغني للخليج، انا اسف طبعا مع احترامي وتقديري لاخواننا في الخليج، انت بتمسح نعل الخليج عشان 3 مليار،
ومدينينك ب 15 مليار، بينما المصريين كل سنه بيدخلوا لك 30 مليار دولار. انت بتتغنى بالسياحه ورحت عملت موكب المومياوات وموكب مش عارف ايه وافتتاح المتحف اللي فين وفلوس طايره في الارض عشان بتدخل من 8 ل 12 مليار دولار في السياحه. انت رحت غنيت لميت فلوس المصريين كلها وعملت انك هتعمل انجاز ما حصلش تفريعه قناه السويس عشان بتدخل من 6 ل 8 مليار دولار في ده. انت رايح تستلف من صندوق النقد وتروح تحرش زعماء العالم تقول لهم اضغطوا على الصندوق والنبي والنبي عايز ال 3 مليار منكم عشان 3 مليار عشان 6 مليار، بينما المصريين بيدخلوا لك 31 مليار. انت فاشل رسمي، انت فاشل رسمي لانك بتشحت بتقترض. السؤال فلوس الناس دي بتروح فين؟ واسئله كتيره كده ضروريه جدا لازم نسالها، اسئله بقت مصيريه. اين تذهب كل هذه الاموال؟ بتروح فين؟ مين اللي ماسك دخل البلد؟ البلد بتفكر ازاي؟ ويا ترى السؤال الاهم، اخواننا في الخليج كان ليهم 15 مليار دولار في البنك المركزي ودائع، بعت لهم ب 3 مليار بس شركات واصول، باقي 12 مليار. السؤال بقى يا ترى هتبيع لهم ايه كمان بال 12 مليار؟ اشوفك بعد الفاصل. اهلا بكم، اخيرا لقينا الحقيقه. صحيفه مصريه من دمى السيسي شجاعه، قررت تتحدى الصعاب وتواجه الاخطار وتتخطى الحواجز وتكسر القيود وتدمر السقف وتصل الى جزيره الوراق. ليه؟ عشان تنقل الحقيقه وعشان تعكس صوت الناس في جزيره الوراق للشعب كله. انا عارف انك صعب تصدق الكلام اللي انا بقوله لك ده. امال انت بقى لو عرفت اسم الصحيفه ايه هتعمل ايه؟ انا مش عارف اجيبها لك ازاي. صدق او لا تصدق، الصحيفه التي قررت ان تكسر الصمت وتكسر الحاجز وتصل الى جزيره الوراق عشان تعكس اصوات المكلومين من ابناء جزيره الوراق، صحيفه الدستور. اولا العظيم صحيفه يا اه يا اه احلى من الشرف ما فيش، البازا فندي. والله العظيم على راي الشيخ عصام توفيق الدقن في فيلم مراتي مدير عام كان اسمه ابو الخير، فقالت له والله انت لما شاديه لقيته كتير بيضرب اسفين في جوزها بينها وبين جوزها، قالت لي انت ايه يا استاذ ابو الخير؟ لما انا بيسموني ليه يسموني ابو الخير؟ من كتر الخير اللي بعمله، وما كانش بيعمل خير خالص. فالبازا فندي بيفكرني بتوفيق الدقن لما كان يقول احلى من الشرف مفيش. ما تقلقش ارجوك خليك موضوعي وانسى وجهه نظرك والصوره الذهنيه ليك عن البازا فندي. شجعه جورناله نزل يعمل تحقيق صحفي من داخل جزيره الوراق بالصوت والصوره بينقل لك مشاكل وراق، وحطيت وعنوان يفرح، عنوان يفرح. انسى بقى اللي انت حاطه في دماغك عن البازا فندي ان هو لا مؤاخذه، يعني انسى انه لا مؤاخذه. مصر روسيا والبرازيل ويدلك على موقع بيسرق من بي ان سبورت، فاكر الايام دي حبيبي يا رقه؟ فاكر ولا لا؟ فاكر الهوى لما جه سوا؟ فاكر لما قطر دي كانت بنت 60 في 70؟ طب فاكر اي حاجه كلمه قطر دي كان بس يعني بس تقول قطر تروح في داهيه؟ طب فاكر السعوديه لما حاربت قطر في كاس العالم 2018 وراحت عملت قنوات اسمها بي اوت تقريبا، بي اوت كيو، عشان تسرق ماتشات كاس العالم من قطر؟ طب فاكر؟ طيب فاكر المهندسين المصريين اللي بيشتغلوا في بي ان سبورت اللي هربوا الكودات بتاعه بي ان سبورت وخدوا فلوس قد كده عشان يضربوا قطر في كاس العالم في اذاعه كاس العالم؟ فاكر؟ طب فاكر لما مصر طلعت قالت ان الاتحاد الدولي مرتشي لانه ادى لبي ان سبورت البطولات كلها؟ فاكر؟ طب فاكر الداخليه لما كانت تقبض على اي حد يكتب بوست، اي حد، بس سايبه مواقع
بتذيع ماتشات كوره نقلا عن بين سبورت. فاكر الكلام ده كله؟ تخيل ان قطر دلوقتي بقى عليها سكر وملبن. قطر بقت مزه اول حيط ربنا. قطر دلوقتي بقت في عين النظام المصري مزه. مزه يعني حاجه حلوه قوي، واحده حلوه قوي. فاي حاجه تزعل المزه هنزعلها، يعني اي حد هيزعل المزه قطر احنا هنزعله. لدرجه ان وزاره الداخليه المصريه شنت حمله على مواقع الانترنت اللي بتسرق من بي ان سبورت. ايش خيال يا ناس؟ اهو بي ان تعلن اغلاق 9 مواقع قرصنه جديده وضبط 2 بدعم من الداخليه المصريه. اطلع بقى يا سلام، ايش خيال. اعلنت مجموعه بي ان سبورت الى اخره عن يعني اغلاق 9 مواقع قرصنه جديده في مصر واعتقال 2 من مشغلي المواقع بدعم من وزاره الداخليه المصريه. واشادت مجموعه بي ان سبورت الاعلاميه القطريه والتحالف من اجل الابداع والترفيه الى مش عارف ايه التنسيق مع اجهزه الامن المصريه الموكله نفاذ القوانين، حيث اغلقت 4 مواقع قرصنه غير قانونيه في مصر، مما يؤكد مدى التزام بي ان بالتصدي لعمليات القرصنه. يا اخي سبحان الله، سبحان الله العظيم، والله العظيم. يعني تقعد تقول مش دي مصر برضه يا جماعه اللي من سنين بسيطه كانت بتساعد على قرصنه قنوات بين سبورت؟ والله العظيم وحياة ربنا كان بيتكتب كده في مصر اليوم والوطن كيف تشاهد ماتش اللي هو مشفر بتذيعه بين سبورت؟ كيف تشاهد؟ ده كانوا بيسرقوا ال ال اللي اسمه ايه الصور واللقطات السريعه. يعني بص القنوات، بص اهل مصر، القنوات المجانيه الناقله لمباراه فرنسا وكرواتيا اليوم في نهايه الكاس. بص تخيل اهل مصر، بص عشاق الكره يرجعون للواسطه واليوتيوب لمواجهه احتكار قطر لروسيا 18. تخيل كل القنوات المجانيه اللي هتنقل مباراه كاس العالم روسيا 2018. تخيل مفتوحه مجانا، تعرف على القنوات الناقله لمباراه فرنسا وكرواتيا في دوري امم اوروبا. ده 2022. استنى استنى، لا ارجع ارجع، بص 2022 شهر 6 اللي فات المصري اليوم ناشر تعرف على قنوات الناقله لمباراه فرنسا وكرواتيا في دوري امم افريقيا. ده شهر 6 اللي فات من شهرين. ايه الحلاوه دي؟ اللي بعد اللي بعد اللي بعد والنبي. شاهد برضو مصر اليوم مباريات بطوله افريقيا مجانا تردد قناه تيلي تشاد على النايل سات. عشان نضرب بقى ايه؟ نضرب قطر، علم قطر. دلوقتي بقت قطر حلوة وبقينا كمان نقفل لها أي موقع لبين سبورت بيذيع قرصنة. ده الاتنين الموظفين اللي سرقوا الكودات بتاع بين سبورت ما عادش يتعين مصريين تاني بين سبورت خالص. تقول له رايح فين؟ يقول لك رايح رايح اشتغل في بين سبورت. انت مصري؟ لو فلسطيني ممكن تعدي، لو لبناني تعدي عادي، انما مصري لا ما تعديش يا حبيبي خالص. يا ترى بقى الحنيه دي بتاعت مصادره المواقع دي ويعني اللي انتوا كنتم يعني سايبينها مقطعه قطر سببها ايه بقى؟ ودام القطريه تبرم صفقه لتوريد اللحوم والعجول لمصر. لا مش بس كده، وفي وديعه قطريه في البنك المركزي مش عايزينه ياخدها. فما نزعلوش خالص، والنبي ما تزعلوا قطر. اصل ليها كام مليار عندنا في البنك؟ 2 3 4. فبالله عليكم اعملوا لها اي حاجه ما تزعلها. فنعمل ايه؟ نعمل لهم مصادره لاي حد يزعلهم. وده شغل الشراشيح، هو ده نظام السيسي، شغل الشراشيح. شراشيح عندنا في مصر يعني الستات اللي ما عندهاش لا قيم ولا مبادئ وممكن تتعرى عشان تلبسك تهمة انك اتحرشت بيها. ده شغل الشراشيح، اذا خاصم فجر في الخصومة. يزعل من قطر يطلع الناس تقرصن ويشتم في الشيخ موزة ويشتم في الامير تميم ويشتم في قطر كلها. إذا تصالح يصادر حتى المواقع اللي بتسترزق من ورا القصة دي.
الأستاذ سليم عزوز بقى لخص القصة دي كلها وقال الكلمتين دول. اسمع بقى العمدة قال لك إيه. كلمتي إلى البيض الممشش، قريبا سيرتدي اللاعبون بالنادي الأكثر عراقة اللي هو الأهلي وجماهيرية في مصر فانيلا عليها اسم الخطوط القطرية، لكي تعلم أننا عندما كنا ضد حصار قطر لم نكن نخون الوطن، وعندما صفقت أنت لهذا الإجراء الغاشم لم يكن دفاع عن مصالح مصر العليا ولكنها التبعية والرأي والمكيدة. اللي بعده. طيب سريعا كده الحقيقة، ما تعرفش ده اسمه تدوير للفساد ولا تدوير للمناصب، ما تعرفش اسمه ايه. خليني احكي لك الحكاية من اولها. امبارح بالليل اتفاجئت الاوساط الاقتصادية والبنكية والصحفية في مصر بخبر تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ او للقائم باعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله. الخبر اهو، تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي. عادي، ايه المشكله؟ ما انت لو قلت كده يبقى انت مش عارف بقى الحوار مين هشام عز العرب ده وليه لاقى قرار تعيينه ردود فعل واسعه، وابرزهم لميس الحديدي اللي قطعت الاجازه وراحت كاتبه بقى اخيرا اهل الخبره، الصوره لا تحتاج لتعليق سوى كلام، كلام الله يعز من يشاء، كل التوفيق في وقت صعب. وانت يا لميس ما عندكيش اي بقاء على العشره، ده انت كنت فرحانه بطارق عامر وبمراد طارق عامر. انت يا لميس انت وجوزك كده اهو زلط ملط كده مع الراجل في المنصب، او ما يتقلب على طول تقول لك يعز من يشاء. دي كانت بتتحايل على طارق عامر تستضيفه، ولما يطلع معاها تقعد تعمل له كده وتسبل له. النهارده بتسبل له. ايه يا لميس؟ انت ايه يا ست انت؟ المهم الغريبه وان لميس كده وبتجاوب على نفسها وبتقول لك اخيرا اهل الخبره. هو السؤال بقى، هو مين اللي جاب ناس مش اهل خبره قبل كده؟ وهو عامر كان بيقول طارق عامر حاضر، المدمره دي لمين؟ مش انت بتقولي بقى حاضر ومش حاضر؟ مين عامر كان بيقولي مين حاضر؟ وهو مين اللي بيدير البلد يا لميس؟ وهو مين اللي كان راضي عن طارق عامر طول السنين اللي فاتت اللي عاون فيها الجنيه؟ واللي ظبط له مصر كلها؟ مين اللي جاب مصر لحد الارض؟ عامر ولا اللي مشغل عامر يا لميس؟ وبعدين مش انت يا لميس من خمس سنين بالظبط طلعت تدافع عن طارق عامر اللي اقال هشام عز العرب محافظ البنك المركزي، يقيل هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي سي اي بي بسبب وجود مخالفات جسيمه. هشام طلع مع سيد عالي الحقيقه يعني خلاص اهو، بص اهو مخالفه، واود اشير الى التفتيش الميداني اللي تم على مصرفكم والذي اسفر عن وجود مخالفات جسيمه لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتنظيمات الرقابيه والقرارات الى اخره. اهو اتفضل. دي المذكره رسميه كتبها طارق عامر في هشام عز العرب. انا مالي انا ليه في طارق ولا هشام؟ سؤال لميس بيجيب منين الزلطحيه قوي. هشام طلع مع سيد علي اتكلم عن الظلم اللي اتعرض له بشكل غير مباشر. نسمع كده قال ايه. ويكمل حياته، وياما من واحنا صغيرين عدت علينا حاجات في مصر وبره مصر، ولما بتعيش بره بتبقى الاوضاع اصعب وبتحس بالظلم اكتر مع انه ممكن ما يكونش حقيقي، انما لازم تقوي نفسك. فلو انت استسلمت لنظريه المؤامره او الظلم او كده اللي قد تكون صحيحه، ولكن في اخر النهار انت انتهيت، وبالتالي دايما بص قدامك. هو بقى هو السؤال بس، هو ايه الظلم اللي اتعرض له وعمال يتكلم عنه؟ الحقيقه في روايه ثانيه وثالثه الاستقاله بتاعت هشام عز العرب بتقول ان هشام عز العرب رفض ضغوط زوجة طارق عامر عشان يسهل لها قروض. زوجة طارق عامر اللي هي داليا خورشت. مصر اتهام داليا خورشت باستخدام منصب زوجها محافظ البنك المركزي. هي جابت جوزها عشان تضغط عليه بجوزها تخليه يضغط على وشك. خراب انت يا داليا، الراجل كان كويس لحد ما شافك. خرب بيته وساب وظيفته. ما شاء الله في ناس كده خشوا عليك داخلة الغراب. مهم يعني. ده غير قصة علاقة هشام عز العرب بدعم حملة ترامب اللي كانوا بيتكلموا عنها بتعليمات مصرية زي ما قال موقع الجزيرة. هل من علاقة بين إقالة هشام عز العرب وتمويل مصري لحملة ترامب؟ ده اللي قالوه. بس مش بس عودة هشام عز العرب، إنما كمان
الكاتب اسماعيل حسني كتب عن انتقام تاني بيديره محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله من البنك العربي الافريقي اللي كان هو ماسكه زمان. فكتب بيقول: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد والذي عزله طارق عامر من رئاسه البنك العربي الافريقي يشن حمله تفتيش مفاجئ على البنك العربي الافريقي الذي يراسه شريف عوني المقرب من محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر. بمناسبه الاعلام المضلل والكذب، بمناسبه الواد اللي شايف نفسه الواد يوسف الحسيني اللي طالع يقول ان انا قلت ان الدولار في 2017 الدولار هيوصل ل 35 جنيه بالمناسبه دي، يعني وانا ما بقولش كده طبعا، انا ما بعرفش في الدولار اصلا. اعلام مع انا بس انا بص يا يوسف انا مش هرد عليك، انا فرحان شفت الناس ردت عليك قالت لك ايه. يوسف انا مبسوط ونمت امبارح متكيف بعد ما شفت الناس رد عليك قايله لك ايه، ومش دفاع عني، ده الناس سلخوك يا يوسف سلخوك والله. يا علي هات التويته بتاعته دي ولا البتاع بتاعته دي اهو، بيقول لك ايه في جريده الشروق: محمد نصر ومعتز بطل قالوا ان الدولار هيوصله 35 جنيه وانا قلت مش هيخبط في ال 20 وهينزل، ونزل بالفعل. ايه اللي خلاك تجيب سيرتك دولار وتزيرتي؟ بص بقى الناس عملوا فيك يا يوسف، انا مبسوط قوي الناس كلموك عليهم، الناس سندوك والله العظيم، مزعوا لحمك لانك كذاب. ده انا جبتك بالصوت والصوره، ده انا جايبك امبارح وانت بتقول في 2017 الدولار مش عارف هينزل هيبقى قد ايه. وبعدين بصرف النظر يا يوسف بقى، خلاص يا عم احنا اولاد النهارده، انت مش بتقول اللي معاه دولار يلحق يصرفه قبل 15/9 15/6 سوري 15/9 انت مش بتقول كده؟ انت مش بتقول دلوقتي ان الدولار هينزل؟ نمسك على كلامك ده بقى، وبيننا وبين بعض الايام يا يوسف، اذا نزل الدولار ليك اللي انت عايزه. ماشي يا معلم، اللي فات مات وكلته القطه، خلينا دلوقتي بقى في اللي انت قلته دلوقتي. انت بتقول دلوقتي اللي معاه دولار يلحق يصرفه 15/9، ليه يا معلم؟ قال لك الدنيا والحاجات طب ماشي، نمسك بقى في تصريحك ده، الدولار هينزل في 15/9؟ ولو ما نزلش يا يوسف، سيبك من يوسف، هو في الاخر دول دمى. ده في ناس قالت له في التعليقات انت بس فرحان عشان طبلت للسيسي وسيسي عينك في مجلس الشيوخ. بمناسبه بقى الاعلام المضلل ده، مش بس بيضللوك في اللي بيحصل في الوراق ولا حتى في الاقتصاد، دول كمان بيضللوك في الحقيقه، في مشكله مصر، في ازمه سد النهضه. احمد موسى طالع يقول ايه؟ الفيضان جاي قوي جدا ومياه النيل بتزداد، كرم ربنا. اسم احمد موسى، انا عايز اجيب بس ايده بيها وفي الحته دي، يعني ايده بتتحرك في الاريا دي بس كده، زادت بيتحرك هنا بس. بص ما بيطلعش، ما بيقدرش يطلع، المخرج يزر قال له هتبقى اوت اوف كادر. فبص بص ما خد يا دي يا احمد يا موسى، زادت فين يا قاد؟ يا دي زادت فين؟ انتوا بتضحكوا على مين يا انت بتكلم مين؟ بص ايوه هات الحركه دي، هات الحركه دي، بص هات الحركه دي، بص بص طول الوقت عمال يعمل كده. انت قاعد بتكلم مين؟ ده واضح انها حمله منظمه بقى، ده واضح ان البوست اللي اتكتب بيقول الكلام ده، ما هو في بوست اتكتب قال الكلام ده، قال لك شوف كرم ربنا الفيضان السنه دي زاد في مصر، دخلها 9 مليار زياده ميه، لدرجه ان موقع روسيا اليوم قال لك يا نهار اسود ما حاجه كده حصلت، راحوا جابوا واحد خبير. وعشان تعرف انها حمله منظمه، من يومين طلع العالم المصري الكبير فاروق الباز مع سيد علي، انا والله العظيم بالحس كده بقول على فاروق الباز ده بتاع 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 بوابير، ما حدش مصدقني. يعني الجدع اللي خد نوبل ده، الدكتور اللي هو بتاع نوبل ده، لا ده عالم، عصام حجي عالم، لكن انا فاروق الباز هموت واعرف بيشتغل ايه، غير انه بتاع تصريحات، وما من مره تصريحه يبقى حاجه صح. طلع يقول لي مع سيد علي: اسمع، ايش انت دخلك يا فاروق الباز في القصه دي؟ لو كاتبها عفوا كاتبها تويته وبينقلها سيد علي بيقول له انت بتقول البحيره المازرت طب يا جماعه بتضحكوا على مين؟ ولصالح مين؟ وازاي الفيضان زاد وادي دكتور كبير في جامعه القاهره طلع قال: اسمع، خبير توربينات سد النهضه تقلل تدفقات النيل الازرق المعتاده لمصر
والسودان منذ آلاف السنين. اطلع ده موقع رأس اليوم، اطلع مين الخبير بقى، اطلع بالتفاصيل. لا ده موجود نادر نور الدين، الراجل قال بالنص. قالوا لي يا عم في كلام بيتقال عن ان المايه زادت ورا السد وبتاع، مش الكلام ده خالص، ده بالعكس اول مره من آلاف السنين التدفقات بتاع المايه التوربينات وقفتها من آلاف السنين. وقبله طلع الدكتور عباس شرقي استاذ الجيولوجيا بجامعه القاهره وخبير الموارد، قال كلام زي كده بالظبط، قال كلام زي كده، قال نفى ادعاءات وصول كميات ضخمه من المياه بعد ملء السد. هات بقى والنبي الله يخليك اهو صوره مثيره للجدل للسد العالي، خبير يكشف مفاجاه حول وصول كميات ضخمه. عندك تفاصيل في ده؟ عندك تفاصيل في ده؟ هتلاقي عباس شرقي اهو، اطلع اطلع. تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تدعي استقبال مصر 9 مليار متر مكعب بعد انتهاء التخزين الثالث لسد النهضه، بالاضافه لوجود مخزون. ولكن الدكتور عباس شرقي استاذ الجيولوجيا بجامعه القاهره وخبير نفى هذه الادعاءات، واكد ان المياه القادمه من نهر النيل الازرق لم تصل مصر الان منذ انتهاء التخزين في 11 اغسطس الماضي، متسائلا كيف وصلت بهذه الكميات. واضاف شرقي ان المياه تحتاج الى 10 ايام عشان تصل للقاهره. جبت منين الكلام ده؟ وقابله برضه زي يا جماعه جبت منين؟ ازاي فاروق الباز طلع يقول الكلام ده؟ يعني بوست مكتوب على السوشيال ميديا. مفروض ان الراجل عالم بقى، فاروق الباز ده المفروض انه عالم يعني، انا رايي انه بتاع بوابير. انا ده رايي. اهو خبير مصري هكذا تقلل توربينات سد النهضه تدفقات النيل المعتاده منذ الاف السنين. قال الدكتور نادر نور الدين ان اثيوبيا اكملت الملء الثالث للسد الضخم وصلت 22 مليار، وذكر انها خزنت 2 مليار مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه، ما حصلش الكلام ده. دكتور فاروق الباز بينقل بوست مضروب ويتكلم على العالم المصري. يا عم اللي بعده اللي بعده اللي بعده. طلع نمسي كبير جدا. طلع مش اي كلام يعني. لسه لغايه دلوقتي بنكشف جوانب جديده من فساد مستشار واحد في هيئات القضائيه، هو المستشار ايمن حجاج اللي وقع بالصدفه بعد ما قتل مراته الاعلاميه شيماء جمال. احدث قصص فساده بتقول لك ان ايمن حجاج جمع من 42 قاضي، تخيل، من قضاة مجلس الدولة، جمع منهم فلوس عشان يعمل لهم اشتراك في نادي الزمالك. ده كان نصاب نصاب يعني. هات الخبر كده الله يخليك. طب المبالغ ده عشان يعمل بيه؟ يعمل لهم عضوات استثنائية في نادي الزمالك. المنصة أزمة أيمن حجاج الأخيرة، عضوية الزمالك تطيح بإدارة نادي قضاة مجلس الدولة. أهو بيقول لك لم تتوقف أزمة قتل مستشار لمراته، بل طالت زملائه في مجلس الدولة والذي كان حجاج أمين صندوقه، ووصل الأمر لاستقالة مجلس الإدارة جماعية. استقالوا كلهم. ليه بقى؟ قال لك يا سيدي إن الراجل جمع فلوس من زمايله، حتى قدم أعضاء المجلس استقالة جماعية مؤخرا بعد اكتشاف اختفاء مبلغ مالي كبير كان حجاج قد جمعه من 42 قاضي من قضاة مجلس الدولة لعمل عضويات استثنائية لهم في نادي الزمالك. يعني الراجل راح قال لزمايله في مجلس الدولة، كان أمين صندوق النادي، هات فلوس وأنا أعمل لك عضوية استثنائية في الزمالك، وضرب الفلوس في جيبه. وأدي وش الضيف يا عم عز، رايح جاي، أنت فاكر نفسك رايح جاي على الزمالك بطولك ده، ولا حصل أي حاجة في الدنيا. الطريف ان ايمن حجاج كان مرشح يمسك نادي الزمالك، وده اللي خلى القضاه يدوله الثقه ويدفعوا له فلوس. اهو صوت الملايين صوت الملايين. مستشار ايمن حجاج مرشح لرئاسه اللجنه القضائيه المشكله لاداره نادي الزمالك. اوحيت ربنا لما يبقى قضاه مصر بالشكل ده بيسرقوا بعض ويلم فلوس عشان يخليك تبقى عضو نادي الزمالك على راي المليجي وعايز نكسبها، لما يحكمك واحد قد كده قيمه وقدر وشكل وعايز نكسبها، لما يبقى عالم زي فاروق الباز بيروج لبوست ملوش علاقه بالعلم وعايز نكسبها، يا عم خلينا نطلع ونشوف صوت الناس. معلش يعني قبل صوتك واصل، في كام خبر عاجل كده. من ضمن الاخبار العاجله دي حريق في مطعم شهير في الغردقه.
الغردقة اللي امبارح اتقطع عليها الكهرباء، ادي المصري اليوم اهو حريق في مطعم شهير بالغردقة، مش انا اللي بقول ده المصري اليوم. الغردقة اللي امبارح الكهرباء اتقطعت عليها وسودتها في الضلمة، حالا دلوقتي حريق في مطعم شهير بالغردقة، نقلا عن المصري اليوم. لكن سيبك من ده بقى، يعني الأخبار، بص الاستفزاز لما حد يحب يحرق دمك. شوف الصورة دي وانت يعني علق، انت قول انت يا حسين. شوف الصورة دي فول سكرين بقى، هدايا الرئيس للشعب أول سبتمبر المقبل. بص الصورة، داكر داكر، شوف البصة والحاجات. ايه بقى الهدايا؟ 5 مليون أسرة ما يقارب من ربع الشعب ستحصل على دعم نقدي، 100 جنيه على بطاقة التموين. على بطاقة التموين السبيل من المواطنين هو 8 مليون. الدولة ستضيف تمويل معاشات كذا. تحالف العمل الأهلي والتنموي سيمول كذا. التحالف سيمول أيضا مش عارف 180 أسرة ستحصل على دعم غذائي بن مش عارف ايه تعادل النقدي بما يلتزم بها التحالف. هدايا رئيس ايه بس؟ سيبكم يعني، لما تعرف ان عناوين زي دي يتحكم عليها الجورنال هتعرف ان انت بلد مدنيه. مش حاجه اسمها هديه الرئيس، جيب من جيبه. لكن انا عجبني مصطفى بكري طلع قال مصر الاقتصاد المصري من افضل 35 اقتصاد في العالم. اديني بس الخبر ده كده الله يخليك احسن من كده، عشان بس ايه مش باين مصطفى بكري بيقول ايه. انت باين عندك بيقول ايه؟ مش باين. يعني انت بتقطع ايه؟ تقطع مصطفى بكري، ما احنا عارفين ان الخلقه دي اسمها مصطفى بكري. انما انا عايز بيقول ايه؟ بيقول ان الاقتصاد المصري من افضل 35 اقتصاد في العالم. يا سلام، اه والله العظيم اهو رقم 35 باقتصادات العالم. حلو حلو، يعني اقتصاد مصر رقم 35 على العالم، بينما الدخل المصري رقم 105 على العالم. جنون. يعني دخل المواطن المصري ترتيبه في 105 دولة رقم 100، بس الاقتصاد المصري طبقا لابو العريف رقم 35 على العالم، او يعني من ضمن اقوى او افضل 35. اهو مصطفى بكري الاقتصاد المصري رقم 35 بافضل اقتصاد العالم. اين الحقيقة بقى؟ الحقيقة خدها من الرئيس الفرنسي، خدها من الرئيس الفرنسي اللي بيقول أزمة الغذاء والطاقة تزعزعان استقرار كوكب الكوكب، وخاصة يا عم اقطع زي الناس يا عم الله يخليك، وخاصة القارة الإفريقية. اهو بس خلاص، مش الرئيس الفرنسي، أزمة الغذاء والطاقة تزعزعان استقرار كوكبنا وخاصة القارة الإفريقية. دي الحقيقة، ان افريقيا اللي هو فيها مصر طبعا هتشوف ايام زرقة. وده اللي خلى يعني مصطفى بكري يقول بعد كده في تصريح تاني، يجب على مسؤول الحكومة الشعور بمعاناة المواطنين ورفع العبء من على صانع القرار. مش كل حاجة يتحملها الرئيس، يجب على كل واحد تحمل مسؤولية ومسؤولية كاملة لكل مسؤول في منصبه. يا ولد يا مصطفى، يا عابر للأزمنة، يا عابر، يا بحر النفاق، يا كوكب من التزلف السخيف. مش كل حاجة تحملوها الرئيس يا جماعة، الرئيس عايز ينام شوية. الرئيس قال عمالته قاعد دلوقتي في العالمين ولبس المايو. أنا نفسي أعرف السيسي شكله في المايو عامل إزاي. أبجد والله، أنت متخيل السيسي قد كده بمايو؟ خاصة ما يوم شجر، انت متخيله بقى؟ وكارثة سودة لو كان ما بيعرفش يعوم. مين بقى ده؟ حبس الممثل حمادة صميدة 15 يوم بتهمة الانضمام للجماعة الإرهابية. أنا ما أعرفش الخبر ده، لقيته عاجل، بس ما أعرفش مين حمادة صميدة، وما أعرفش عمل إيه عشان ينضم الجماعة الإرهابية أو عمل إيه. إنما على كل حال ده بكرة اللي احنا هنعرفه. خلينا نروح معلش لصوتك واصل. خلينا نروح لصوتك واصل اللي بنستقبل فيها رسائلكم
واللي بالتواصل بينا ومن بعض عن طريق الشاشة أو الوسائل التواصل اللي هتظهر على الشاشة ده، غير الشريط بتاع المشاكل اللي بيطلع تحت اللي بنعرضه على أسفل الشاشة. خلونا نبدأ الأول على طول برسالة وصلتنا من مواطنة في مدينة كفر الدوار بتشتكي فيها من سقي حديقة في وسط المدينة كفر الدوار بمياه المجاري. يعني عندهم بارك كده، حديقة متنزه الناس بتقعد فيه، فبتقول انهم بيسقوها بمية المجاري. طب ايه المشكلة؟ الحديقة دي هي المتنفس الوحيد للناس، وده بتقول على حد تعبيرها انه بيتسبب في بوار الارض وانتشار الامراض. حنان من البحيرة بتقول حديقة المستقبل بكفر الدوار لسه جديدة بتتسقي بمياه المجاري يوميا، والكل عارف. اشتكينا في المحافظة وأعضاء مجلس الشعب ومجلس مدينة كفر الدوار ومفيش أي استجابة لحد ما باظت خالص. الحديقة تعتبر المكان الوحيد في كفر الدوار اللي بيتجمع فيه المئات يوميا، وتم افتتاحها في شهر 9، يعني لسه ما بلهاش سنة، مع لسه شهر 9 جاي. ده غير الوباء اللي هيحصل بسبب المية دي. وبعتت لنا المواطنة حنان، بعتت لنا فيديو وهم بيسقوا الحديقة بمية المجاري. اي يعني انت شايف قاعد بقى كده، انت شايف الحديقة، شايف البارك معمول ازاي، مصروف عليه؟ لا، اللي هي كانت قبل دي يا عمار، الزاوية دي مش حلوة، في زاوية كده تانية من فوق والبارك بقى من جوه عامل ازاي يعني. اي هو ده شايف بقى اليافطة مكتوب عليها حديقة المستقبل وممشى وكراسي، شايف عاملين اللي عليهم، حاجة حلوة قوي اهي. تيجي انت بالليل تاخد المدام وتعدي بقى ايه، يا ريت تلاقي كرسي فاضي بالليل في الحتة دي، حاجة جامدة جدا. بس هي حنان اخطأت في حاجة واحدة بس. هو يا حنان يا ماما، ما هما مش بيرشوا الحديقة مية دلوقتي، هما بيفضوا مية الصرف الصحي هناك بس. يعني القصد ليس ري الأرض، ولكن تفريغ عربية أوبئة تفريغها في الجنينة ونستحمل بعض. وطبعا على رأيها الروايح بقى، الروايح يا روايح، روايح ده كان اسم الأستاذة أمل إبراهيم في فيلم الكتكات. بص شايف هي جات العربية فضت، هات بقى الفيديو. طب وصرفته ليه؟ كان ليه مصاريف المحافظة تصرف على، هي مفيش سري، هو مش بتري، هي بتفضي العربيه، جت فضت الصرف بتاعها ده، فضته في الحته اللي هناك دي ومشيت خلاص، يعني خلصت المهمه وشكرا. احنا لسه نروح الجبل ولا نروح صحراء ولا نروح برا البلد ونصرف بنزين، ما عندنا حته فاضيه. ايه ابص ادي الحديقه، الله عليك، هات بس وقفنا يا راجل، الواسع بتاعك يا راجل، هات الواسع، هات الواسع، شوف. ايوه ده، شوف حديقه اهي، سيبك من الخربتين اللي قدامك دول، انما بص على الحديقه، حديقه دي ولا مش حديقه؟ حديقه، ما تجيش قد ملعب كوره، ده احنا مظالمين في مصر قوي. تعالوا اتفرجوا على البارك الناس عاملينه ازاي هنا، او في تركيا اللي انتوا بتلعنوها. اقل بارك في تركيا في جيم في الشارع، اقل بارك في تركيا، اقل بارك اللي قد كده في جيم في الشارع، جيم والله، في ادوات تلعب عليها ببلاش، ببلاش. انت لو دخلت علي وكتبت حدائق تركيا هتلاقي ناس قاعدة على، يعني في اجهزة كده، كل حديقة حتى لو قد كده تلاقي فيها بتاع 3-4 اجهزة كده تلعب عليهم اي رياضة وبتاع ببلاش. بص هنا الحديقة قد ايه، وبعدين فين الحديقة اصلا، دي حديقة دي؟ لا، ده انتوا بتهينوا الحدائق، دي حديقة دي، بس الناس غلابة يعني، بالنسبة للناس دي حديقة، اوكي، حتى دي بصر لهم فيها وبتفضوا فيها مية مش نظيفة. بص شوف العاب رياضية في الحدائق العامة في شوارع تركيا، اي اي حديقة في شوارع تركيا، انا بكلمك 8 سنين، اي حديقة هتلاقي كده، بص هتلاقي فيها اجهزة زي دي كده، تروح تلعب ببلاش ولا اي حاجة في الدنيا، وبعدين ما تلاقيش راح قاعد خلع جهاز من ده وخده البيت، مفيش حاجه اسمها كده.
وما تلاقيش واحد حارس بيقول لك انزل انت لعبت كتير روح انت بقى، لا دي متسابه كده، لا الناس بتاخدها ولا اي حاجه، ولا ولا بتدفع فيها فلوس، ولا بتدفع فيها فلوس، تروح تقعد في عايز تقعد تقعد، عايز تقوم تلعب. انا شخصيا شفت ناس كتير بتلعب، شوف الفرق والنبي. بص الحديقه قد ايه يا عمار بتاع تركيا؟ صغيره جدا بس هي كبيره لان في مساحات خضراء ورا. بص هنا عامله ازاي، ايه علاقه ده باللي احنا شايفينه بقى الحديقه؟ وبعدين الخرابه دي يعني انتوا فرحانين بيها بنتباهى بالخرابه يعني؟ ما تداروها باي لوحه، ما تداري هات لوح يا عم بتاعت اعلانات وداري الخرابه دي، داري عيونك ده 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 كل نظره رصاص على راي فؤاد، ده على زي محرم فؤاد، ما تداريها منظر زي ده قذر بتاع الخرابتين. ما تعملوا جيبوا صاحب الارض والزموا قول له يا صاحب الارض تعالى خد يد يا صاحب الارض غطي الخرابتين دول عشان ما يصحش المنظر ده. بس احنا عندنا قبح، احنا بنحب القبح، احنا ناس بنعشق يعني، لو رحنا حته لقينا فيها جمال بنتضايق وحياه ربنا، عاملين زي الجماعه اللي بينزلوا يسلكوا المجاري لو شم ريحه واحده حتى بيرفي يقول لك اف ريحتها وحشه، هو اصله هو واخد على المجاري تحت يعني. فاحنا لو لقينا جمال تاتش جمال في اي حته كده الله مين اللي ساب البتاع دي؟ فاحنا نجيب الخرابه ونتباهى بيها. يا ست حنان انا بشكرك والله العظيم، وكتر خيرك ان انت عندك ذوق وبتشتكي ان المتنفس الوحيد بتاعكم مش بيروه بيفضوا فيه ميه المجاري. لكن موضوع السقي بالمجاري ده يا ريته قاصر على الحدائق، لا ده كمان بيتسقي بيه الزرع اللي الشعب بياكل منه. يعني في فيديو بعته لنا مواطن في منطقه ابيس في اسكندريه بيوثق فيه ري الارض الزراعيه بميه المجاري. اولا انا بشكرك جدا اللي بعت لنا الفيديو ده، وهو باعت واضح انه انا حسب ما سمعت انا مش سامعه قوي بيقول الاستاذ ناصر، فانا بشكرك جدا على انك انت بعت لنا الفيديو ده، وده شيء مهم جدا لاهالينا في اسكندريه. يا جماعه الاراضي الزراعيه في ابيس الثانيه بتروى بميه صرف صحي، وعشان ما يطلعش واحد من دمى السيسي يكذبنا، معلش يا عمار نعيد الفيديو تاني الله يخليك، عشان ما حدش يطلع يقول لك دول قصدهم يخوفوا الناس، ده فيديو مش بنقول رساله كمان، معلش عيده تاني يا عمار الله يخليك. للامانه تنشر الفيديو ده احنا في كارثه، بص بالله عليك احنا بيشربوا الميه بيشربوا الارض والزرع اللي احنا بناكله بالمجاري والصرف الصحي. بص حضرتك شايف ده صرف صحي صرف مجاري، يعني ميه ما تنفعش للشرب خالص، مكنه ري شغاله بتسحب من ميه صرف صحي. اسكندريه ابيس الثانيه، اسكندريه ابيس الثانيه، كل الاراضي دي بتشرب ميه صرف صحي، مفيش ميه نظيفه. بيقول اهو اسكندريه ابيس الثانيه، كل الاراضي دي بتشرب ميه صرف صحي. بيقول لي زميل لينا جوه اسكندراني انه دي على حدود الدلتا ودي اخصب منطقه ارض زراعيه. يعني طب انت يا عبد الفتاح السيسي ما بتفكرش في المصريين اللي هياكلوا الاكل ده؟ المنتجات دي اللي جايه من ابيس الثانيه واللي هتنزل اسواق اسكندريه، ما هو هتروح فين؟ هتروح اسواق اسكندريه، فتنزل المدام تشتري او جوزها يشتري خضار او بنتها تشتري خضار، فيجيبوا ما يعرفوش من ابيس الثانيه بقى ولا ابيس الاولى ولا اي حاجه، فيجيبوا الخضار ده ويحطوا بقى ونعمل سلطه وناكل، وده ميه مجاري. طب الناس تعمل ايه طيب؟ ما ياكلوش؟ هو اللي ماسكين البلد ما عندهمش دين؟ والله العظيم ما عندهمش ضمير؟ الاطفال اللي بتاكل الاكل ده والناس اللي بتاكل الاكل ده اكل مجاري، ميه مجاري. زميلي جوه بيقول لي دي اجود اخصب ارض زراعيه وهي على حدود الدلتا، انا ما اعرفهاش بصراحه ابيس الثانيه وعمري ما رحتها. والراجل في الفيديو بيقول كل المنطقه دي بتروى بميه مجاري. تخيل تخيل كلى المصريين ومعده المصريين وصحه المصريين، مفيش حد منتبه لها خالص كده. على كل حال انا بشكر صاحب الفيديو ده، وخلي بالكم بتاع اسكندريه ان انتوا اي حاجه جاي، بس هنعمل ايه؟ طب ما احنا نقول ما تاكلوش هيجوعوا، ونقول ما تاكلوش الفلاحين دي هتبيع زراعتها فين؟ في رساله وصلت لنا الحقيقه
من مواطن مغترب في ليبيا بيشتكي فيها من اللي بيتعرض له من سوء المعاملة التي يتعرض لها المصريين المقيمين داخل ليبيا، من إهانة وشغل بالسخرة داخل معسكرات الشرطة والجيش، ده غير الاختفاء القسري لعدد منهم دون تدخل من وزارة الخارجية أو وزارة الدولة أو الهجرة. غريب من بني سويف، غريب بيقول أنا مصري مغترب في ليبيا وهناك بيتعرضوا لأسوأ المعاملات وخاصة بالمنطقة الشرقية من مساعد وتبرق وبنغازي، هنا انفلات أمني، المصري بيتثبت بالسلاح في الشارع، بيتاخد منه فلوسه وتليفونه، غير ممكن يشتغل مع واحد ولما يطلب حقه ينهال عليه الليبي بالسب والضرب، ناهيك عن الشغل بمعسكرات الشرطة والجيش التابعة لحفتر، بياخدوا الناس تشتغل بالقوة بدون مقابل، واللي يرفض يشتغل يتضرب. قوات البحث الجنائي بنغازي بيرأسها شخص يدعى صلاح الهويدي، بيقبض على المصريين كل يوم عشان في سبيل ياخد 500 دينار ليبي. وسمعنا ان المخابرات المصرية هي اللي طلبت منه هذا الإجراء، يوميا بيجمع 100,000 دينار. ياه، يوميا صلاح الهويدي بيجمع 100,000 دينار. الناس جابت آخرها من الظلم والإهانة وقلة الكرامة، وللأسف بسبب سوء الأحوال في مصر وقلة العمل الناس متحملة، وكمان في حالات اختفاء. وفي شخص يدعى وليد كمال من ملاوي المنيا بقاله 15 شهر مختفي، وكان يعول والديه وزوجته وبنته، وتوفي الأب حزنا عليه. أرجو وزارة الخارجية المصرية أو وزيرة الهجرة تهتم بنا. ممكن حد يقول إن غريب بيكذب أو بيبالغ، وده وارد. غريب بيقول إن المصري في ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية من مساعد تبرق بنغازي بيتثبت في الشارع ويتاخد فلوسه، وإن في واحد اسمه صلاح هويدي بيقبض على المصريين عشان كل مصري يقبض عليه ياخد منه 500 دينار، وإن الشخص صلاح هويدي ده أو صلاح الهويدي بيجمع في يوم 100,000 دينار ليبي. وهو بيقول إنه المصريين بيتمسكوا ويشتغلوا في الجيش تبع حفتر بالإكراه، واللي ما بيشتغلش بيتضرب، ده غير إنه في ناس بتختفي قسريا. ممكن يكون غريب ببالغ، لكن لقينا لما بحثنا لقينا شكاوى كتير من الأهالي حوالين حالات اختفاء وخطف لمصريين شغالين في ليبيا. خلينا نشوف الفيديو ده لمصريين في ليبيا. مشكلة تانية خاصة بالمصريين في ليبيا بعتها لنا أحمد، بيشتكي فيها من ضياع شقى عمره بعد ما ساب ليبيا وعدم تمكنه من الحصول على تعويضات من وزارة التضامن الاجتماعي. بيقول أحمد من المنيا، أرجو اتكلم عن فلوس المصريين اللي رجعوا من ليبيا أثناء الحرب من الفترة 2011 حتى 2015. قدمنا في وزارة التضامن لحد دلوقتي ما فيش جديد. شقى عمري 8 سنين سبته في ليبيا ورجعت من تونس أنا وولادي، وحتى الآن بلا عمل أو دخل، وعندي 3 أولاد وزوجتي، يعني 3 أولاد وزوجة، أجيب دخل منين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. المشكلة تخص قطاع كبير ممن كانوا يعملون في ليبيا. الحقيقة في آلاف المصريين رجعوا من ليبيا خصوصا بعد الحرب، والناس دي فقدت كل وظائفها وكمان تحوشت العمر. في 26,000 مصري رجعوا من ليبيا وهم في انتظار التعويضات، زي بيقول الخبر ده، هات الخبر كده، 26,000 عائد من ليبيا في انتظار التعويضات، ده كان في 2015. نرجو من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن السيدة المحترمة نيفين أباج انها تدور على الناس اللي جاية من ليبيا، شاء عمرها راح هناك. اضافة بقى للي قاله غريب، يا جماعة حفتر بتاعكم بتاع السيسي، المنطقة الشرقية بتاعت السيسي، المصريين بيتهانوا فيها، بيتضربوا، بيتثبتوا، بيختفوا قسريا، بيشتغلوا بالسخرة، بيتهانوا. فين بقى وزارة الخارجية؟ فين وزارة الهجرة؟ طيب، في رسالة مشكلة وصلت لنا من عاملين
خرجوا على المعاش من ميناء اسكندرية بيشتكوا فيها من حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة. في الوقت الحقيقة الميناء مليان فساد ورشاوة ومسيطر عليه لواءات وعمداء من الجيش. سيد بيقول من اسكندرية: احنا في ميناء اسكندرية لحد دلوقتي مشكلتنا لم تحل، وما زال القبطان محمد صفوت رئيس الصندوق لم يتخذ ضده اي اجراء، لانه خرج رتبة من القوات البحرية واخذ مكافأة فوق الخيال، وبيتقاضى معاش خرافي مع المرتب والمميزات كرئيس قطاع للإدارة المركزية لحركة السفن، ده غير العمولات من تحت الترابيزة، وما كانش فاضي لصندوق مكافآت الموظفين الغلابة اللي طلعوا معاش، وأنا واحد منهم. لم نتقاضى مليم سوى ملاليم الشؤون الاجتماعية. يا أستاذ محمد أعرض مشكلتنا، يمكن وزير النقل سيد كامل وزير ينفذ وعده ويقبضنا زي زمايلنا المية واربعين ألف والستمية جنيه كل شهر لمدة خمس سنين. احنا خدمنا المينا وما ينفعش بعد السنين الطويلة دي نمد ايدينا الناس، قسما بالله هنشحت، الرتب بتتكرم واحنا بنتزل، المينا كلها بايظة فساد ورشاوة ومحسوبيات وتسهيلات، واحنا سرقوا الملاليم بتاعتنا. العمداء واللواءات في المينا بيجمعوا ما بين معاشات بتعدي 30 ألف شهريا وزيهم مرتبات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة الحالي السابق والحالي ووزير النقل مسؤولين بإعطاء الموظفين حقوقهم. إلى السيد كامل الوزير، إيه بقى يعني؟ أنت شوف اللي حصل في ميناء اسكندرية، زي ما أنت بتوضب كده السكة حديد مصر، شوف ماذا يحدث داخل ميناء اسكندرية. في ناس حقوقها ضيعة وفي انتظارك، لعل وعسى يا كابتن كامل وزير ربنا يكرمك لو شفت مشاكل الناس دي، الناس هتشحت. وردوا رسالة وصلتنا من مواطن في الجيزة شغال سواق على خط ميكروباص الوراق، وبيشتكي فيها من البلطجية اللي واقفين في كل حتة بياخدوا كارتة كارتة من السواقين، والحكومة الحقيقة مش عاملة لهم أي حاجة. ده هو اللي بيقول شادي من الجيزة، بيقول أنا سواق خط الوراق بالجيزة بدفع كارتة 4 مرات في الدور، قبل ما أطلع إمبابة بدفع 5 جنيه، عند مستشفى الحميات 3 جنيه، في الوراق 5 جنيه، ولما أوصل بورتوس ما بدفعش، لما بحمل وبطلع بدفع 5 جنيه، وعند موقف الوراق الجيش بيبقى واقف بدفع إجباري 5 جنيه، ولو ما دفعتش هيكسروا لي العربية. مش لاقي حل للموضوع ده، عايز الحكومة تاخد الناس البلطجية دي. يا أستاذ محمد اتكلم عن المشكلة، انت الوحيد اللي صوتك واصل وبعد كل مشكلة بتتكلم فيها بتتحل. انا عندي طفلين وبشتغل عشانهم، لو حصل لي حاجة مع بلطجي وقتلني مش هيتحاسب، عشان لو كان حد قادر يحاسبه ما كانش خد كارتة بالإكراه، ولو قتلته هتعدم وعيالي هيتشردوا. طب يا شادي هي فين المرور؟ وهل انت ما قلتليش يا شادي هل الكارتة دي واقفة بالليل ولا بالنهار ولا بالليل والنهار؟ انا مش مصدق ان في بلطجية واقفين ياخدوا كارتة بالنهار. فهل حسب ما انا فاهم كده ان دول بلطجية بيجوا الليل كده ويستغلوا القصة؟ وده مش مبرر طبعا، بس قصدي اقول بالليل. انما السؤال فين ادارة المرور بقى؟ على فكرة الوراق اللي بيتكلم عنها دي والجيزة دي في وسط مصر، يعني مش في منطقة نائية ببني سويف ولا منطقة نائية في سوهاج ولا تحت الجبل في درونكا في أسيوط، ده الوراق ده في الجيزة. يعني بينك وبين المهندسين ترمي طوبة تخش المهندسين. أين إدارة المرور؟ فين اللجان بقى؟ فين اللجان والكمان اللي بتتعمل بالليل أو بالنهار في وسط مصر؟ فين هي؟ إلا إذا كانوا البلطجية دول يا شادي شغالين تبع الداخلية، وأنا ما استبعدش، لأن أنا كنت في مرة على قناة المحور زمان بعد ثورة يناير، وكان معايا اللواء أحمد حلمي، ولو كذب أجيب عينيه، طلع معايا جبت له أسماء بلطجية بيشتغلوا مع الداخلية، وطلع قال لي بالنص لا العدد اللي معاك مش مظبوط، إحنا عندنا في الداخلية مشغلين 360 ألف بلطجي، أقسم بالله وربي شاهد على القسم ده.
اللواء احمد حلمي، واسمه معروف وشكله معروف، وكان واحد من اللي فضوا رابعه، طلع معايا انا على قناه المحور بعد ثوره يناير، معايا انا، مش سمعته، مش كان ضيف في برنامج ده، كان قدامي كده، بقول له يا سياده اللواء انا عندي ورق بيقول ان انتم شغالين بلطجيه، وقلت له رقم 50,000 او حاجه زي كده، قال لي الرقم اللي مش معاك صح، الداخليه بتشغل 360,000 بلطجي بيشتغلوا لحساب الداخليه. فممكن يا شادي يكون البلطجيه اللي بياخدوا الكارته دول بتاعك مؤكد، طالما كده على مرأة او مسمع من الناس مؤكد الداخليه مشغلهم. على كل حال خلينا، انا قلت اللي عندي، ولعل يكون في استجابه من المسؤولين في كفر الدوار ينظفوا الجنينه دي، او السيد وزير النقل يشوف الجماعه بتوع مينا اسكندريه، او الاخ شادي يشوف حد من بتوع المرور، اداره مرور الجيزه، تشوف البلطجيه اللي واقفين ياخدوا من السواقين. طبعا شادي مش حاله وحده، ده حالات السواقين كلها. الاخوه الاستاذ اللواء مساعد وزير الداخليه اللي موجود في الجيزه يشوف ماذا يحدث في المرور، الناس بتاخد كارته من الناس. خلينا نطلع فاصل ونستقبل الاستاذ الدكتور جمال عشطار، وهيكلمنا او هنواصل الكلام عن كتاب الدكتور عبد الله عبد الصبور شاهين رحمه الله، عن كتاب ابي ادم اللي كانت هي محاوله علميه منه جزاء الله كل خير انه يتكلم على خلق ادم. دكتور عبد الصبور شاهين في الكتاب ده بيحاول يقرب ما بين العلم وما بين الرؤيه التراثيه او اللي موجوده في التراث والقرانيه حول خلق سيدنا ابونا ادم يعني. وهي مش المحاوله الوحيده يعني، قبله كان في محاوله من الاستاذ البهي الخولي، وانا بالمناسبه دي اشكر فضيله الشيخ حسن سليمه لانه اهداني كتاب ادم للكاتب الراحل الاستاذ بهي الخولي، ولا استطيع ان ادعي ان انا قريت، لكن استمتعت جدا بكتاب الاستاذ بهي الخولي، كما استمتعت بقراءه كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين رحم الله الاثنين. لفت نظري في كتاب عبد الصبور شاهين حاجتين يعني، لا يعني حاجه لفتت نظري في كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين، وهناك شيء اخر لفت نظري في كتاب البهي الخولي حوالين خلق ادم، وده اللي هناقشه مع الاستاذ الدكتور جمال عبد الستار، ولكن بعد الفاصل. الحقيقه ان الدكتور عبد الصبور الشهير رحمه الله كان بيقول ان كتابه ابي ادم هو محاوله علميه منه لتحرير العقل العربي من الروايات الاسرائيليه. على فكره ده صح يعني، انا شخصيا قريت الكتاب بتاعه، وهو بيدحض كل الروايات الاسرائيليه التي وردت في كتب التراث. لكن انا لما برضو اطلعت ولم اقرا على كتاب الاستاذ البهي الخولي عن ادم برضو، وفي كتاب تاني للاستاذ سليمان العوده كان بعته لي صديق من الخليج، بعت لي بس العنوان، لكن انا ما قريتش كتاب. لكن انا لما قريت الحقيقه ان مجهودات الدكتور عبد الصبور شاهين، شفت انه فعلا حاول يحرر العقل العربي من الروايات الاسرائيليه والخرافات غير العلميه عن بدايه الخلق. الى اي درجه استطاع هو تحقيق ده؟ وايه اللي تميز بيه روايته لتفسير بدء الخلق؟ وواجه مشاكل كثيره جدا الدكتور عبد الصبور شاهين. انا مش هنا عشان اناقش او انتقد، لان انا اقل من ان انا انتقد كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله، لكن انا لفت نظري انه المحاوله بتاع الدكتور عبد الصبور فعلا محاوله علميه جاده، ومحاوله البهي الخولي بالمناسبه يعني. فلكن اقدر اقول لك ان انا هنا هتابع مع الدكتور جمال عبد الستار عبر سكايب قضايا تطرق اليها الدكتور عبد الصبور شاهين في الكتاب ده ابي ادم، اللي انا بشكر حد من اسرته اهداني الكتاب ده من مده، فعايز اناقش مع الدكتور جمال عبد الستار بعض الحاجات اللي استوقفتني في كتاب البهي الخولي او كتاب عبد الصبور شاهين رحم الله الاثنين. فخلينا ارحب بالدكتور جمال عبد الستار. دكتور جمال اهلا بحضرتك. مرحبا بك يا استاذ.
رحلة موفقة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ربنا يتقبل منك. وبس أنا عايز أقول في الأول بعد بسم الله، بعد إحنا مش بنضيع وقت وإحنا بنتكلم عن قصة بداية الخلق، إحنا بنأسس العقيدة، بنأسس الفكر الإسلامي، بنأسس ثوابت الدين. اللي ما عندوش ضبط، اللي ما عندوش ضبط قصة الخلق ينحرف، اللي عنده شك وعن قلل في بلد ينحرف. وربنا سبحانه وتعالى كان البشرية تنضبط، قال لها ميزان الانضباط بتاعها فين؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وقال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده. يعني بيقول للبشرية كلها لازم إذا أردتم أن تعيدوا العلاقة بالله تعالى على أسس سليمة يبقى ترجع تنظروا مرة أخرى. وزي ما قلنا كده وأشار كده الأستاذ محمد في المرة السابقة، إن بدء الخلق متجدد، يبدأ الخلق ثم يعيد في كل لحظات البداية وفي كل لحظات النهاية. والغافل من لم يدرك تلك النهاية ولم يرى، من لم يدرك تلك البداية ولم يرى تلك النهاية، وتأتي البداية والنهاية وهو غافل عنها، فتكون المفاجأة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. طيب بشكرك يا دكتور، جزاك الله كل خير. دكتور بس خلينا نعرف الناس الأول مين هو الدكتور عبد الصبور شاهين، لأنه عبد الصبور شاهين كان مادة دسمة للهجوم الإعلامي في فترة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن لما تطلع على كتاب البيه الخولي تلاقيه ربما كان أقصى أو ورد فيه أشياء أكتر من الدكتور جمال عبد الصبور، لكن لم يهاجم السيد البيه الخولي، لم يهاجم لأن ده كان فيه وقت. وأنا ناقشت الشيخ عصام تليمة في القصة دي النهاردة وكلمته، قلت له إزاي ما تهاجمش البيه الخولي على الكلام ده؟ فقال لي لأن البيه الخولي كان بيكتب هذا الكلام في وسط تحرر عقلي وفكري، لكن الأستاذ عبد الصبور شاهين كان هدف للاصطياد الإعلامي في أي حاجة بيعملها أو يقولها. فخلينا بعد إذنكم نشوف الجراف ده عن الدكتور عبد الصبور شاهين، من هو هذا الرجل؟ المفكر الإسلامي عبد الصبور شاهين اتولد في 18 مارس سنة 29 وتوفي في 26 سبتمبر 2010، خطيب مسجد عمرو بن العاص سابقا، صاحب تعريب مصطلح الحاسوب، نشأ بحي الإمام الشافعي بالقاهرة، أتم حفظ القرآن في السابعة من عمره، تخرج في كلية العلوم 55 دار العلوم، نال الدكتوراه في القراءات الشاذة بالقرآن، أستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد، وعضو مجلس الشورى سابقا، له أكثر من 70 كتاب منهم كتاب أبي آدم أشهر أعماله، وترجم العديد من المؤلفات الفرنسية. وأنا لاحظت على الدكتور عبد الصبور شاهين إنه لما جاي يناقش كلمة بشر التي وردت في القرآن الكريم قال إن اللغة العربية هي الوحيدة التي استطاعت إنها تسك هذا المصطلح، وجاب لغات أخرى كلمة بشر دي مش موجودة فيها، واستشهد باللغة العبرانية وقال إن كلمة بشر نطقت بسر وليس بشر. طيب دكتور، البهي الخولي أو الأستاذ البهي الخولي والأستاذ عبد الصبور شاهين كلاهما تطرق إلى مناطق شائكة في خلق آدم، وأنا مبسوط إن حضرتك قلت المقدمة من لم يتفكر ويتدبر خلق آدم ده راحت منه خالص ده بقى، لأن دي الفكرة كلها اللي الناس يقول لك طب وانت عامل موضوع على خلاص يا عم آدم اتخلق لا القصة فيها هناك مشاكل. أولا لدي مشكلة إنه كما ورد في كتاب أبي آدم للأستاذ في البهي الخولي أنه بعض التفسيرات خاصة الطبري ذكر بأن الملائكة كانت تعيش على الأرض قبل أن يعيش عليها البني آدمين، وأنهم أفسدوا في الأرض، مش سوري الجن، ذكر أن الجن كانت تعيش على الأرض وأنهم أفسدوا في الأرض. هل أنا عقليا مش قابل الرواية دي وخاصة في الطبري، هل نعتبر أن هذه الرواية من الروايات برضو اللي نعتمد عليها والإسرائيليات يا دكتور جمال؟ أولا يعني أقول مرة أخرى نحن لا نعبس، نحن هنا بأمر الله تعالى نتفكر تنفيذا لقوله تعالى ألم يصد فانظروا كيف بدأ الخلق. نحن الآن نجلس معا فننفذ
قول الله تعالى ننظر كيف بدأ الخلق، ونقول للمشاهدين انظروا كيف بدأ الخلق، لأن ده يعني مصدر إيماني ضخم جدا. نقطة تانية حضرتك في إطار الحديث عن مولانا وشيخنا البهي الخولي والدكتور عصام الشهيد رحمهم الله جميعا، نقول إن أصل الإسلام أكبر وإعقال الفكر والتدبر، ودي أنا بسميها فريضة غائبة عند المسلمين. الفكر لما غاب حتى في العبادات بقت شكليات، الفكر لما غاب حتى في القرآن بقى محفوظات، الفكر لما غاب في الكون بقى مشاهدات جافة. ولذلك المسلم طول ما هو عنده تفكر عنده إيمان، لو غاب منه التفكر هتغيب منه الصلاة ويغيب منه الصيام ويغيب منه الحج، والحاجات دي أسس أنا بأكد عليها. الأمر الثاني حضرتك بتتكلم عن نقطتين، أو يعني نقطة لها تفريعة، وهو الجن. الجن كانوا بيسكنوا الأرض ولا ما كانوش بيسكنوا الأرض قبل ذلك؟ خلينا نقول المتفق عليه فيها إيه. المتفق عليها إن الجن خلق قبل الإنس، قال تعالى والجن خلقناه من قبله من نار السموم. فالجن بنص القرآن وليس بنص الطبري ولا غيره خلق قبل ذلك قبل الإنسان، والجن خلقناه من قبله من نار السموم. إذن الجن قبل ذلك، لكن الجن لم ينزل إلى الأرض، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وزوجه وكان معهم في التوقيت الإبليس قال اهبطوا منها جميعا، فنزلوا إلى الأرض، نزل آدم ونزلت حواء ونزل إبليس لإطالة دار الاختبار ودار الامتحان، فنزلوا معا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فتدشين البشرية من هذه الآية، تدشين البشرية وعمالة الأرض من هذه اللحظة. طبعا السؤال الواضح جدا، مش معنى كده أن آدم أول المخلوقات، آدم أول البشر لكن ليس أول المخلوقات، كان في مخلوقات كثيرة قبل آدم، والله تعالى هيئ الأرض قبل نزول آدم لها، يمكن نتطرق لها، لكن أنا بجاوب إجابة واضحة على سؤال الأستاذ محمد، أن الأرض لم يثبت أبدا الجن استعمروها، وإن ربنا أثبت الجن خلقوا قبل آدم، ولكن الإهباط إلى الأرض لمهمة معينة لوقت معين لأجل معين لم تكن إلا وقت خطاب التكليف إهبطوا منها جميعا. طيب دكتور، هنا نتوقف عند على بالمناسبة كلاهما درعمي، يعني خريج دار علوم، الأستاذ البهي الخولي أو الدكتور عبد الصبور الشهيد، لكن أنا استوقفني أنه هناك إشكالية فيما يبدو في خلق حواء. خلينا بس أبدأ دي يا دكتور، يعني الدكتور عبد الصبور الشهيد في كتابه هنا بيتكلم في صفحة 86 عن خلق حواء، فبيكلم على أنه حواء فكرة أنها خلقت من ضلع من آدم دي فكرة هو استبعدها، يعني استبعد هذه الفكرة، وهو بيقول أنها خلقت خلقا مستقلا. الدكتور عبد الصبور الشهيد بيقول كده، بيقول إيه بالنص عشان ما نقلش غلط، إذا المخاطب هنا كما هو نص الآية وكما مفهوم في الآية الأولى، لأن الخطاب في القرآن لم يوجه مطلقا بل إلى الإنسان، كلكم لآدم، أي لآدم وحواء باعتبارهم المصدر الذي تناسلت منه كل الزرار الإنسانية، غير أن خلق زوج آدم من نفسه مشكل، فهل حواء من ضلع آدم كما روت بذلك آثار، أو أن حواء خلقت خلقا مستقلا كما هو شأن آدم؟ الاحتمال الأخير هو الراجح في نظرنا، هو اللي بيقوله لأمرين. أولهما أن كثير من العلماء اعتبروا مسألة الضلع مجرد رمز لطبيعة المرأة وفطرتها، وثانيهما أن خلق آدم من نفس خلق حواء من نفس آدم مؤول على أنها من نوعه وجنسه، وقد جاء ذلك بالنسبة إلى كل زوج في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طيب أنا كل الناس عايشة وأنا عشت لحد ما قريت الكتاب ده على أنه حواء خلقت من ضلع الآدم، هل في أحاديث مثلا استندنا عليها؟ هل في آيات قرآنية؟ أم أنه كان مجرد روايات وسردية في التراث الإسلامي؟ أولا ليس مولانا الشيخ عبد الصبور رحمه الله أول من قال بهذا، كثير من العلماء قبل الدكتور عبد الصبور تكلموا في هذا، والأصل فيها قال تعالى
خلقكم من نفس واحدة، شوف تعبير القرآن، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فربنا بيقول إن أنتوا اتخلقتوا من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها، من إيه؟ من نفس واحدة، منها زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لم يقل من ضلع آدم، لم يذكر آدم أبدا، لكن قال خلقت من ضلع أعوج. ولذلك العلماء قالوا أن الطين الذي خلقت منه البشرية هي التي خلقت منها حواء كذلك، فآدم وحواء من سلالة واحدة من طينة واحدة، وهي نفس الطين التي خلقت أنا منها وأنت منها، رغم أن احنا بنولد من أرحام أمهاتنا وأصلاب آبائنا، لكن نحن خلقنا كذلك من نفس الطينة. فكما نخلق خلقنا نفس نحن من نفس الطينة، خلقت منها نفس الحواء بنفس الطريقة ونفس المنهجية، فمصدرهما واحد. وعلى هذا الدرجة جزء كبير من العلماء أن حواء خلقا خلقه الله تعالى بعد آدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث نقول أنها خلقت من ضلع آدم، خلقت من ضلع أعوج، فقال الضلع الأعوج للينه لعدم استقامته لها تعامل خاص في 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 منظومتها كناحية رمزية وليست كناحية ليست دلالة تشريحية على خلقتها كما ذكر بعد ذلك حتى بعض المحدثين والمفسرين. فكلام الشيخ عبد الصمود ليس متفردا فيه ولكن سبقه. أي بس أنا يا دكتور جمال عندي أنا ما أعرفش، يعني هناك الآية الثامنة في سورة الأعراف وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت. طيب يعني جعل منها هو جعل منها، جعل من مين؟ من النفس ولا من الخلقة التي خلقها الله سبحانه. هذا التفسير العلماء قديم وخلاف قديم، ولذلك كان فيه الخلاف. لكن اللي أنا عايز أقوله أني مش مطلوبة مني أحسم الخلاف، مطلوب مني أحترم هذا الخلاف. فجزء كبير العلماء قالوا لا، حواء ليس هناك دليل قاطع على أنها خلقت من آدم، وأول الحديث كما ذكرنا. وجزء منهم قال لا، ولكنها خلقت من آدم، واستدلوا حتى بحديث ضلع لتأكيد ذلك. سيظل هذا الخلاف معتبرا، ولا يمكن لي ولا للدكتور عبد الصبور ولا للدكتور عبد البهي ولا للبهي الخولي ولا لغيره أن يحسم المسألة، لأنها مسألة اجتهادية والآيات والأحاديث تحتمل كل ذلك. لكن من باب التفكر العام أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا أراد أن يخلق شيئا لا يحتاج إلى الأسباب سبحانه وتعالى، فخلق منها زوجها. استطلاع الآيات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والله تعالى خلقنا زوجين، والله تعالى خلق الرجل والمرأة هو الذي قال خلقناكم أزواجا. فإذا كان خلقناكم أزواجا فخلق الذكر وخلق الأنثى، فالخلق هنا معناه الإنشاء من عدم، فالإنشاء من عدم كان لآدم والإنشاء من عدم كان لحواء. وتحمل آية جعل منها زوجها على أنها جعل من نفس المنهجية ومن نفس الخلقة والطريقة كما قال بعض المفسرين، ولكل وجهة هو موليها تتحملها الآيات وتستوعبها ألفاظ القرآن. ايوه بس احنا طول عمرنا يا دكتور جمال نقول ايه؟ اتنين مالهمش اب، ادم والمسيح. صحيح. طيب صحيح. يبقى كده نضم لهم ثلاثه، ادم وحواء والمسيح. وهو ما حدش قال ان حواء لها اب اصلا في كل الحالات. لماذا بنركز على ان ادم فقط والمسيح هما فقط اللي مالهمش اب؟ انا لم اسمع حد قال ثلاثه مالهمش اب، ادم وحواء والمسيح. كلامك صحيح، لكن لم يقل احد ابدا ان ادم ابو حواء ابدا، على اعتبار يا دكتور ان احنا فاهمين ان ادم خلقت من حواء، سوري حواء خلقت من ادم، ما تبقاش اب حتى في كل الحالات يعني. نعم. فهو حتى مع الذين قالوا انها خلقت من ضلع ادم، فادم لا يعد ابا لها والا ما كان يتزوجها. طيب الدكتور عبد الصهير شاهين بيتكلم على بعد الخلق من الطين وكلم عن عناصر الطين، بيتحدث عن فكرة الخلق النفسي، وهو أورد ده وقال يا سلام ده كده اهو حد عدى كده يعني.
اورد ده وقال بالنص كده انه الايتين اللي هو هو الذي خلقكم من نفس واحده، او سوره النساء هو ايها النساء ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، بيقول ان الايتان تقرران وحده الاصل الانساني، اذ المخاطب هنا هو الناس، وبيتكلم على تبقى آية النساء معبرة عن الأصل النفسي اللي هي من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وبيكلم أن دي آية النساء معبرة عن الأصل النفسي الذي انبسخت منه كل النفوس. وعلى الرغم من اختلاف الأقوال في حقيقة هذه النفس، فإن نميل إلى أنها سر من أسرار الله، وبها صار إنسانا دون ما سواه. فالخلق فيما انتهى إليه، تأملنا في هذه المسألة، يتم تأملنا يتم على مستويين: خلق مادي من تراب، تمام، وخلق نفسي من روح الله وهو الخلق الباطن. أنا ما عرفت شافها من الجملة دي، ممكن بس تديني فكرة ما هو الخلق في الآخر يعني؟ والتقى هنا مع الشيخ البهي الخولي في نفس الفكرة دي. نحن نتحدث عن خلقين في شأن واحد. الإنسان خلق من طين، والآيات والأحاديث تؤكد ذلك، ولكنه من خلقة الطين ما كان له أن يكون إنساناً كما أراد الله تعالى. لم يكن إنساناً كما أراد الله إلا بعد أن نفخ الله فيه من روحه، ونفخنا فيه من روحه، فنفخ الروح فيه وتسويته من الله سبحانه وتعالى أعطانا هنا أن الإنسان مكون من جزئين: جزء طيني أرضي، ودي خلقة حتى هو جابها مهي الخولي جابها ناحية فلسفية، جزء طيني خلقي جبلي اللي هو فيه صفات الإنسان الجبلية السيئة حتى غالبا، وفي جزء روحي. فالإنسان لما يرتقي في إيمانياته بيرتقي في الجزء الإلهي اللي فيه، جزء الروحي اللي فيه. وبالمناسبة حتى لما قال نفخنا فيه من روحنا، قال لك الروح دي مش هي النفس، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس ده في الحيوانات كذلك وفي كل الدواب البشرية. ليه الإنسان بالذات قال إيه نفخ فيه من روحه؟ فإيه المثل هنا؟ فقال لك الروح هنا هو الإرادة أو القدرة على حب الخير وعمل الخير والعلاقة بالله تعالى، اللي هي الفطرة الإلهية الموجودة في الإنسان التي يستشعرها العباد ويستشعرها الزهاد ويستشعرها الذين تزكوا. فالإنسان مكون من جزء إلهي روحي وجزء مادي، فكلما تعلق بالجزء المادي كان سافلا، كما في تعبير القرآن كمان أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلس أو تتركه يلس، أخلد إلى الأرض، تمسك بالمواصفات الأرضية الطينية الجبلية بصفاتها البشرية الحيوانية. لكن الإنسان لا يتلقى إلا بمدد السماء، بتوحي القرآن، بعلاقة بالله سبحانه وتعالى، بيكون أزكى، بيكون أعلى. ودي اللي خلت هو السر الحقيقي للإنسان، إنه فيه جزء إلهي يحتاج إلى تزكية ويحتاج إلى تنقية ويحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تفكر. والإنسان إنسان بما في نفسه من وحي الله تعالى وروح الله تعالى ورحمة الله تعالى. فإن أعرض عن الله تعالى كان كالحيوان، بل هو أشد أسوأ أولئك كالأنعام، بل هم أضل، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم تخلوا عن روح الله تعالى وعن هدي الله جل في علاه. طيب خلينا في الآيات اللي وردت في القرآن الكريم عن تكوين الإنسان النفسي، زي مثلا الآية في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وبعدين وإذا مثل في سورة يونس: إذا مثل الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره بر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. طيب ولئن أزخنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. إنه ليئوس كفور. ثم إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم. كان لا يطغى. ثم في سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. نعم. ثم في سورة الإسراء: وكان الإنسان عجولا. طب ما هو كان في سورة الإسراء: وكان الإنسان كفورا. نعم. في سورة الإسراء أيضا: وكان الإنسان قتورا. نعم.
وفي سورة الأنبياء خلق الإنسان من عجل. والحج في سورة الحج إن الإنسان لكفور. إلى آخر هذه الآيات، حتى في آية متشابهة في سورة اليونس، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبي أو قاعدا، صح؟ أو قائما، نعم. في سورة الزمر، في سورة الزمر شبهها، وإذا مس الإنسان ضر دعا رب به منيبا إليه. ثم إذا كملت الآية، ثم إذا خولهم نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل له أندادا يضل عن سبيله. أيوة مزبوط. طيب، وبرضو في سورة الزمر، إذا مثلا الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا، نعم، قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة، بل هي فتنة ولكن أكثر من يعلم. وبرضو في سورة فصلت، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. إذن التكوين النفسي للبني آدم هو جبل على هذه، ضعيف، قطور، كفور، خصيم، ظالم، أحيانا بيكفر بالنعمة، ملول. نعم. نعم. طيب، يعني إذن كيف يحاسبنا الله وهو خلقني كده؟ جميل جميل، ما شاء الله، ما شاء الله. أولا الله تعالى كما في الحديث الصحيح خلق الناس أو خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض، من جميع الأرض، فخرج الناس على قدر هذه الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم الطيب ومنهم الخبيث. فمكونات الإنسان كما قال الله تعالى وهديناه النجدين، عرفناه الطريقين، فيه ملكات الخير إن قام بتزكيتها صعد، وفيه ملكات الشر إن قام بتدسيتها سقط. قال تعالى في أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فالله تعالى جعل في الإنسان النكد، وجعل فيه الكبد، وجعل فيه العجل، وجعل فيه الكفور، وجعل فيه كل مواصفات الأرض. ولكن حينما يترقى الإنسان يكون محسنا، يكون متقنا، يكون تقيا، يكون مخبتا، يكون يعني صبار شكور، يكون كريما، يكون حليما، يكون رحيما، كل هذه مواصفات العباد، مواصفات الأتقياء، مواصفات من عبد الله سبحانه وتعالى. إن أخلد الإنسان إلى صفات الأرض كان كما تفضلت، وذكرت أغلب صفات الإنسان في القرآن هي صفات ذم وليس صفات مدح، ولكنه حينما يتحقق بالصفة الإلهية التي فيه ويتعلق بنفحات الله تعالى في روح الله تعالى في كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرتقي حتى يصل إلى درجة هي أعلى من الملائكة، هي أعلى من الملائكة أنفسهم، وبالتالي اصطفاه الله تعالى. وخلينا نضع قاعدة هنا مهمة جدا يا أستاذ محمد في حديثنا اليوم، إن الإنسان اللي نزل إلى هذه الأرض بمواصفاته الطينية الإنسانية النفسية وبروح الله الإلهية التي هو فيها، هو المخلوق الوحيد الذي أعطاه الله تعالى الحرية أن يختار الجزء الطيني فيسقط فيه، أو يرتقي في الجانب الإلهي بوحي الله تعالى فيرتقي في الدنيا والآخرة، فهو المخلوق الوحيد الحر. علشان بعض الناس يقول لك وربنا ما خلقنيش ليه، على كل أريد الخير، ربنا خلق خلق لا يفعلون إلا الخير وهم الملائكة، وخلق خلق لا يفعلون إلا الشر وهم الشياطين أو الجن، وخلق خلق بعد ذلك يعني مكرهين على طاعته تعالى وهي كل مخلوقات الإنسان والنبات والجماد والحيوان، وخلق الإنسان وعنده أمانة، والأمانة كما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أن عنده حرية أن يختار الخير وأن يختار الشر
وعنده وحي في داخله، فطرة في داخله، وعنده سمع وصل أن هذا الكون لابد له إله، وعنده بصر ييقن أن هذا الكون لا يمكن إلا أن يكون له إله، وعنده نفس وجسد إن تفكر فيه لابد أن يسبح بحمد الله تعالى، وعنده هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر إليه لوجد القدوة فيه. كل هذه لابد أن نؤكدها اليوم لندرك أن الإنسان صاحب اختيار. أنت الآن حر أن تجلس فتستمع هذا اللقاء في إطار القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة بدء الخلق، فتتفكر كيف أنشأك الله تعالى، فتستفيد إيمانا وتستمتع عقلا وتستضيء نور بصيرة. وممكن الآن وأنت جالس تغير الريموت، تسمع فيلم أو تسمع رقصة أو تسمع ملاهي أو تسمع ملاعب، أنت صاحب اختيار وأنت الوحيد الذي يعطي هذه الميزة، ولكنه سيحاسب عليه. طيب يا دكتور، مع احترامي والتقدير طبعا لكلامك، وده كلام يعني جميل قوي، لكن خليني اعرض على حضرتك وعلى الناس محاولة الدكتور عبد الصمد شاهين لتقريب هو كما قال ذكر رحمة الله عليه الرواية من العلم وايضا دحض الاسرائيليات. هو بيقول ان كل هذه الايات التي وصفت الانسان بانه هلوع كفور خصيم، قتل الإنسان ما أكفره، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أساسا، كلا إن الإنسان لا يضغى، إن الإنسان ربه لكنود، إلى آخره. وأنه هذه المواصفات ما بين الضعف والقوة كما ذكرت حضرتك واختيارها، وأنه في النهاية هو مستهدف من الشيطان. الدكتور عبد الصبور شاهين له تفسير في الحكايه دي، بيقول ايه؟ بيقول ان كل الايات دي ذكرت الانسان، لم تذكر كلمه البشر. نعم. انما ذكرت الانسان. هو في تفسيره بيقول اما كلمه البشر وردت في القران الكريم مفرده 30 مره ثم ذكرت مثناه مره واحده، أما الإنسان فقد وردت لفظة الإنسان في القرآن 62 مرة، وردت لفظة الإنس 17 مرة، وجاءت لفظة أناس 7 مرات، ولفظة الناس 234 مرة، ولفظة أناس مرة واحدة. فإذا علمنا أن الناس قد خطبوا في القرآن بلقب بني آدم، وأن ذلك قد جاء 7 مرات في القرآن الكريم، وإذا علمنا ذلك كله تأكد لدينا أن الإنسان هو المرحلة الأخيرة والحاسمة في تاريخ الحياة على الأرض، وأن وجود البشر إنما جاء بمثابة المراحل التحضيرية لذلكم المخلوق الذي قضى على الأرض ملايين السنين بين عوامل التسوية وتحصيل خواص الجمال والكمال بروح من الله الذي قدر له أن يكون سيد الكون، حتى صار جديرا بأن يحمل أمانة الله على هذه الأرض. وبيقول هذا التفرقة دي خفيت على الأجيال من العلماء من قبل، سواء المقدمون أو المحدثون، بعد أن طغى طوفان الإسرائيليات وأصبحت المصدر الوحيد للتفسير، أو يعني من مصادر التفسير. إلى أي مدى تتفق مع الدكتور عبد الصبور الشاهين في ده؟ مخالف الدكتور تماما في هذه الجزئيه. نعم. تماما في هذا الافتراض. لا بتغيب يا دكتور، الجمله بتغيب عني. تتفق تختلف؟ اخالف مولانا الشيخ عبد الصمد مخالفه تامه في هذا الطرح. طيب. لانه طرد ان هذه الصفات التي وجدت في القران في مخاطبه بني ادم والناس والبشر والانسان انها مراحل تخليق، وهي ليست كذلك تماما. الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى خلقه فسواه ونفخ فيه من صوري ومن روحي وعدله كما في آية أخرى، ثم أنزله متكاملا بعد أن أوجد له الأرض وأعطى له الأدية، قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقبل أن ينزل إلى الأرض علمه كيف يستعمل هذه الأرض، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. إذن آدم نزل متسلحا بالأدوات، ثم البشرية نامت بطبيعتها، لكن الله تعالى
أن نفترض أن الله تعالى خلق سلالات، هذه السلالات تطورت بطريقة أو بأخرى، هذا ما لا يقره. طب ما هي الحكمة؟ ما هو هنا بقى السؤال عنده برضو، ما هي الحكمة فعلا من ورود كلمة الناس، البشر، أناس، إنسان، أناسي؟ أي في اللغة معروفة جدا، الناس الإنسان بخلقته الطينية، يا بني آدم بنسبتهم، وآيات بني آدم بصفة خاصة بيكلمهم في اللباس، أيتين في اللباس، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، يا بني آدم خذوا زينتكم. فهذه تذكير بأصل النشأة، والإنسان تذكير بأصل الخلقة. ثم البشرية كما ذكرنا في المرة السابقة في القرآن، كل البشر هي في مقابل الملائكة، ملائكة في مقابلها بشر، ليست خلقا جديدا غير الإنسان ولا غير الحيوان ولا غير المكون بني آدم. هذا تقسيم عجيب يعني. على هذا مثلا طبعا الشيخ ليس كذلك، الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول لنا أنتم مشركين وأنت تعبد أكثر من إله، تعبد الرحمن وتعبد الرحيم، فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فتعدد أسماء الإنسان لتعدد المهمة أو لتعدد الزاوية التي يوصف بها، فهو وصف كإنسان بطينته، ووصف بني آدم بنشأته، ووصف بشر بالإضافة لأنه ليس ملكا، فهو يأكل ويشرب ويتناسل، ليس ملكا كما قال تعالى على لسانهم ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. إذن ففي مقابل البشرية الملكية وليست مرحلة من مراحل النمو أبدا. ولم يقل، ولذلك حتى مجمع الإسلامي في تعقيبه على كتاب الشيخ عبد الصبور الشاهين رحمه الله قال أنه اجتهد، ولا نقول أنه تخطى ثوابت الدين، ولكننا لا نوافقه أن البشرية كانت مرحلة من مراحل النمو، لأنه لم يثبت أن هناك مراحل نمو في البشر نفسهم، كانت البشرية نفسها في مراحل نمو عقلي وفكري وإمكانات، ولكن بمكوناتها هذه التي خلقها الله تعالى فأحسن خلقتها وصورها فأحسن تصويرها ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وكمله جل في علاه، فنزل على هذه الصورة التي وصفت لنا. لأننا إذا فتحنا هذا الباب فتحناه بغير سند، والله تعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما دام الله تعالى كلفهم حينما نزلوا الأرض اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، فإذا كانوا مكلفين وكانوا مدركين وكانوا على استعداد كامل للقيام بمهمة الاستخلاف التي خلقهم الله تعالى، إني جاعل في الأرض خليفة. طيب نروح خلاص، يعني مش خلصنا خلق آدم، لكن خلينا دكتور نتكلم على آدم والمشهد في الملكوت الأعلى. أحسنت. السؤال هنا، لماذا طلب الله من الملائكة السجود لآدم، بينما في الحقيقة إحنا نقعد نقول ده فلان ده، لما نحب نعليه نقول ده عمار، ده ملاك، هو في زي عمار؟ الله. طب ما الملاك ده ربنا قال له اسجد لادم، ادي واحد. فما معنى، ماذا تعني السجود هنا؟ هل هو سجود العباده والنسك ام سجود الذل؟ لكن عندي بس تفسير، وهل معنى كده ان الملائكه سجدت لادم فقط ولا تسجد لمحمد نصر او لجمال عبد الستار او للبشر؟ أفهم ما تصغو إليه. أولا الملائكة سجدت لآدم ليس لذات آدم، ولكن سجدت تطبيقا لأمر الله تعالى، عبادة لله تعالى، زي ما حضرتك وأنا والمسلمين بنروح نقبل الحجر وإحنا عارفين لا حجر لم ينفع ولا يضر، حجر أسود، ولكن تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة كذلك سجدت لآدم إكرام تطبيقا لأمر الله تعالى، وإكراما لآدم لأنه حاز بين تكليفين، بين محرابين، محراب تقوم به الملائكة ومحراب النسك والتعبد،
ومحراب الإعمار، وهي الملائكة لا تستطيع أن تقوم به وليست مؤهلة له. فلما أراها الله تعالى أنه يملك، أن هذا المخلوق يملك محرابا جديدا لا تستطيع الملائكة، فكرمه وأصبح أعلم من الملائكة في هذا الجانب بما علمه الله تعالى، فاستحق التقدير، فكان التقدير أن تسجد له الملائكة. هنا في سؤال حضرتك طرحته وطرحه أظن برضو دكتور عبد الصبور الشهيد، إن السجود هل هو سجود حقيقي أم سجود معنوي بمعنى؟ لا، وسجدوا تفضل. صحيح. أي. لا، الأصل في القرآن أن العبارات تسير على أصلها ولا تؤول عن أصلها إلا إذا تعذر هذا الأصل، إذا تعذر التحقيق. فالأصل في السجود أن يسجد، أن تسجد الملائكة، وتسجد سجودا كاملا كما علمنا الإسلام بالسجود، وكما علمنا القرآن السجود، وكما تدل اللغة العربية على السجود، ليس حتى الانحناء، لأن بعض المفسرين حتى بعض قالوا الانحناء التحية. لا، السجود عندنا سجود، والركوع ركوع، فاللغة العربية تقول أنه سجود، إذن هو سجود. إذن السجود تكريم. لا يعني هذا أن الملائكة لما تقوم بمهام حماية الإنسان بعد ذلك أنها تسجد له. لا، أنا برضو لا أوافق فضيلتي الشيخ رحمه الله على هذا. هي لا تسجد له، هي تقوم بمهمة كلفها الله تعالى به، فهي تحمي. بالمناسبة يا أستاذ محمد، حتى نؤكد هذا الكلام، فالملائكة تحمي العاصي وتحمي المسلم وتحمي المؤمن وتحمي الكافر حتى يأتي قدر تعالى، تقوم برزقه، تسوق له رزقه، تحميه مما لم يقدر الله حتى يأتي قدر تعالى له. الله تعالى يتحدث له معقبات من بين أيديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة بتحمي الإنسان بأقدار على كل الإنسان الطائع والعاصي. وأكيد أن ربنا سبحانه وتعالى مش بيأمر الملائكة إنها تسجد للكافر اللي بيعبد الحجر، وتسجد للكافر اللي بيعبد الشجر، واللي بيعبد البقر، واللي بيقول ما فيش إله أصلا. يبقى هذا ليس سجود، لكنها مهمة كلف الله تعالى بها الأنبياء. يعني أنت من وجهة نظرك يا دكتور جمال أن السجود كان سجود كما نصلي؟ نعم. طيب، لأن اللغة عليه والقرآن يدل عليه. ماشي، بس الدكتور الأستاذ البيه الخولي عنده تفسير تاني خالص. بيقول في صفحة 62، بيقول ومن البديهي أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك، فإن ذلك لا يكون لغير الله، إنما هو سجود تحية وتكريم ومؤنسة، وليس من أول هنا بقى، وليس ضروريا أن يكون سجودا ووضعوا له الجباه على الأرض كما نفعل في سجودنا لله عز وجل. فالسجود هو بيقول كده له هيئات كثيرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق، ولله سبحانه وتعالى يقول والنجم والشجر يسجدان، هذه واحد. ويقول على لسان يوسف الأبي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ويقول ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. هنا بيقول ومن البديهي أن سجود الدواب ليس كسجود الملائكة، وسجودهما ليس كسجود الشجر والزرع وغيره. ذلك إلى أن معاني السجود في اللغة التطامن والتواضع شيء، يعني فإذا كان سجود الملائكة معنى الذل فليس هو ذل العبودية ولا الذل المضيع للكرامة، إنما هو ذل التطامن والمودة الذي نراه في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إلى أي مدى إذن الرأي مختلف تماما يا دكتور؟ لم يرد أبدا أن يقول أحد أن سجود الملائكة كان سجود ذل البتة، كان سجود إكرام لآدم، وكان طاعة لله تعالى. ما في أبدا ذل. الله تعالى ما خلق الخلق تذلل أحد، ولا يقول أحد حتى المفسرين أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، أن كان ذلك ذلا لآدم عليه السلام، ولكن كان إكراما لآدم. بس برضو مش السجود بمعنى أن نضع الجبهة على الأرض، هو هنا له رأي تاني الأستاذ بهي الخولي. يعني الأصل في السجود عندنا أنه يضع الجبهة على الأرض، غير ذلك من خلق الله تعالى في علم الله جل في علا قد يحدث، ولكن هل لي أنا كجمال أو محمد أو فلان
أن أقول أنه كان على الهيئة الفلانية، هذا غيب لا يمكن لأحد أن يستطلع هذا الغيب وأن يأتي بصورته الحقيقية إلا بوحي، وما لم يكن هناك وحي من قرآن أو من سنة فما المانع أن نجري الثبوت على حقيقته حتى يثبت العكس؟ وهذا خلاف بطبيعته لا يبنى عليه عمل، فقد اتفق الجميع على أن الملائكة استقامت لأمر الله تعالى وسجدت لآدم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب النقطة الثانية اللي عملت لي مشكلة يا دكتور، أنا طبعا ما فهمش حد وقت، هل السجود كان لآدم أو هو لآدم فقط وليس لي أنا ولا لا؟ ما فهمتش يعني، لم أفهم إن أنت تتعلم الأسماء كلها يعني مش لي أنا. تمام تمام جدا، وأنا لم أتعلم الأسماء كلها. تمام، والله تعالى أسجده له لأنه حاز بين تعلم الأسماء كلها وبين محراب العبودية، وأنا وأنت نحاول نقترب منها لكننا لا نصل إلى درجة الكمال، فسجود الملائكة لا يليق لمن لم يصل إلى درجة الكمال. طيب النقطة الثانية اللي عملت لي مشكلة مش في كتاب الدكتور عبد الصبور الشهيد رحمه الله، لكن في كتاب البيه الخولي، وهي نقطة الخلافة، إني نعم. جاعل في الأرض خليفة. الخلاف نعم. فالآية بتقول كده. فالحقيقة التفاسير اختلفت. الطبري مثلا يقول أن المراد بالخليفة هم أولاد آدم الذين يخلفون أباهم آدم. ويخلف كل قرن منهم القرن الذي سلف قبله. ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. لكن القرطبي بيقول أن الخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس آدم عليه السلام فقط. نعم. مفيش حد تاني. الزمخشري بيقول وأريد بالخليفة آدم واستغنى بذكره عن ذكر بنيه، كما يستغنى بذكر أبي القبيلة في قولك مضر أو قبيلة هاشم. أي أن الزمخشري يرى المراد بالخليفة هو آدم وبنوه جميعا، وإنما لم يذكر بنوه في الآية كاكتفاء بذكر أو بذكره، لأن ذكره يشملهم جميعا. وبعدين هم بيقولوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل هذا يسفك الدماء. أي أن الملائكة رأت أن وصف الخلافة ينسحب على النوع بأسره وليس على آدم فقط. طيب، فكان كلامهم عن الإفساد وسفك الدماء متوجها إلى من يفعل ذلك من ذريته لا إليه. ما هو قول حضرتك؟ أولا أنت خليفة على عكس السجود فقط، أنت في هذه الأرض خليفة لله وليس خليفة عن الله، لأن الله لا يغيب سبحانه. خليفة لله في الأرض تقيم شرع الله تعالى، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقلنا أن الاستعمار بالنسبة لنا هو الاستخلاف، إحنا خلفاء في الأرض لنعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى في مجالاتها المختلفة. والخلافة تدل على معاني، في الاستخلاف العام البشرية كلها خلفاء لله في الأرض، فمن قام بحق الاستخلاف أكرمه الله تعالى في الآخرة، ومن ضيع الاستخلاف كان مع الشياطين عفان الله في عذابه. إذن الإنسان إما أن يقوم بواجب الاستخلاف، وأنا بختصر بقوة وأقول الاستخلاف ده حاجتين، أن يبذل جهده في محراب التعبد وأن يبذل جهده في محراب الإعمار، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. أنا خليفة في الأرض لأني أحقق الأمرين في مجال العبادة وفي مجال الإعمار. مجال إعمار من غير عبادة لا يتحقق الاستخلاف في الأرض، ومجال عبادات بدون إعمار لا يحقق الاستخلاف في الأرض. فالبشرية كلها، حضرتك الكاتب والفنان والإعلامي والمفكر والأديب والقارئ والمعلم والأستاذ والدارس والحارس والعامل والفلاح والمهندس، هؤلاء عباد،
عباد في محراب الإعمال لله سبحانه وتعالى يستكشفون آفاق الأرض ونعم الله تعالى ويبدعون فيها ويشكرون الله سبحانه وتعالى هذا الإعمال اللي ربنا خلقنا علشانه. ما خلقناش عبث ناكل ونشرب ونموت، ده هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فده رب احنا خلفاء جميعا عن هذا، دي معنى الخلافة العام. في خلافة خاصة وهي خلافة لله تعالى في تبليغ الرسالة للبشر، وهؤلاء هم الأنبياء، الأنبياء خلفاء لله في تبليغ الرسالة. يا داود إني جعلك في الأرض خليفة، فهو خليفة يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وفي خلافة بمعنى خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، وزمنا الخلفاء الراشدين. فهذه كلمة خلافة تدل على معاني مختلفة، لكن البشرية جمعاء تتصف بصفة الخلافة. نقف هنا يا دكتور، نقف هنا معلش. هنا بقى الإشكالية عندي، أنه خلافة أنا بخلف جمال عبد الستار في مكانه، أو جمال عبد الستار بيخلف محمد، يعني بيخلف واحد كان يسكن في المكان ده أو كان يشغل هذه الوظيفة ورحل. ولذلك بيقول البهي الخولي أنه ابن عباس والطبري وأبو السعود الاثنين قالوا بخلافة مختلفة عن ما حضرتك بتقول. يعني ابن عباس الطبري بيقول أن أول أن 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 الخلافة خلافة الملائكة أو عن الجن، الاثنين يعني كان ثلاثة تفسيرات، الخلافة عن الملائكة أو الجن أو الله عز وجل. نعم. الطبري بيقول عن ابن عباس أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها فسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعض فأخرجناهم منها إلى جزائر البحور وقمم الجبال، ثم خلق آدم فأسكنه إياه بعدهم، لذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة يخلفون الجن فيسكنونها ويعمرونها. ده ابن عباس. فالرواية المعزوة إلى ابن عباس رضي الله عنه تدل على أن الخلافة في الأرض هي خلافة عن الجن. خلاص. يقول القرطبي في تفسيره إنه يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روي، فعند القرطبي خلافة عن الملائكة وعن الجن. وقال ابن أبو السعود في تفسيره المراد بالخلافة إما خلافة من جهته سبحانه في إجراء أحكامه، أو إما الخلافة عمن كان في الأرض قبل ذلك. نعم، كلام رائع جدا. ده مش كلامي، ده كلام البهي الخولي. أنا عارف، هو البهي الخولي نقل ما قيل على لسان بعض المفسرين والنظر المختلفة، لكن استقر الرأي فهما وإدراكا وعلما وسندا. الله سبحانه وتعالى يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالاستخلاف هنا احنا ما عندي اصلا لا في القران ولا في السنه ولا في غيرها بيقول اننا خليفه عن الجن. بيقول اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كما تفضلت مش ادم اللي يسفك، فلان ادم لم يفسد ولم يسفك الدماء، فاحنا نتكلم عن البشريه كلها. ربنا قال اني اعلم ما لا تعلمون فسكتوا. أعلم ما لا تعلمون أن هذه البشرية التي كلفت بأعمال الأرض بنت وشيدت، وإن كان فيها سفك دماء وإفساد، لكنها فيها جانب كبير من العباد، من المجاهدين، من الصالحين، من الصابرين، من الصامدين، حتى إن هذه الأرض لن تنتهي حتى يعم الدين جميع أقطارها. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا علته كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ولذلك فالخلافة هنا هي خلافة لله تعالى في إعمار الأرض وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. والجن لم يترك لنا شيئا نرثه منه حتى نخلفه فيه، والشياطين لم يتركوا شيئا نبني عليه. فالخليفة إنما يأخذ ممن استخلفه فيكمل خلفه، والعلاقة بيننا وبينهم منقطعة في الميراث وفي الأخذ والعطاء، وإنما عطاؤنا بيد من خلقنا وتكليفنا بيد من خلقنا. وفي خطاب التكليف الذي نزلنا به اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو،
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القضية في غاية الوضوح، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. مين؟ احنا والجن. اهبطوا، والجن ده الشياطين اقصد مش الجن، احنا والشياطين. والشياطين دول بالمناسبة شياطين انس وشياطين جن، سيظل العداء. الحل ايه؟ فإما يأتينكم من هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن خلفاء في اتباع الهدى، ونحن خلفاء في نشر الدين، ونحن خلفاء كما قال تعالى إن أوحينا لك كما أوحينا نوح والنبيين من بعدي. وفي الآية وفي آخر آية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن خلفاء في إقامة الدين، والبشرية يخلف بعضها بعض، معنى دقيق جدا يا أستاذ محمد، بعض فيه. ولذلك يحدث نمو فكري ونمو عقلي ونمو إبداعي في الكون واكتشاف في خلق الله سبحانه وتعالى. دكتور جمال، يعني الله تعالى في تنفيذ أوامره ونشر دينه وإقامة هذا الدين. طيب على أي حال دكتور جمال، الأستاذ البيه الخولي بيتفق مع حضرتك أو حضرتك بتتفق معه باعتبار أنه هو الأسبق؟ يعني ما أعرفش حضرتك موجود دكتور جمال ولا لأ، لأنه واضح أن النت هو بيقول هنا أن الخلافة فيما يرى أنها ليست خلافة للملائكة ولا خلافة للجن لسببين. أولا لم يرد في القرآن الكريم أن الجن والملائكة كانوا عايشين على الأرض، ده هو اللي بيقول. وبيقول أيضا أنه التكريم اللي حصل لآدم من سجود أو من طلب رب العزة سجود الملائكة له، هذا يدل على أنه الخلافة كانت خلافة لله وليست خلافة لقوم قبل كده أو لمخلوق قبل كده. هم دول اللي استند عليهم الشيخ البيه الخولي، أنه أولا لم يأتي في القرآن الكريم ذكر عن كان ناس كانوا عايشين قبل كده على الأرض. ثانيا التحية والتكريم الذي طلب من الملائكة لآدم والسجود لم يطلب قبل كده، ولا يصح أنه يطلب لواحد هيخلف الجن، ولكنه لأنه خلف أو هيخلف الله على الأرض. وزي ما بيقول أستاذنا الدكتور جمال أنه خلافة الله وهي للتوحيد وللعبادة. فإذا يعني اتفقت، لكن الاختلاف ما بينك وبينه يا دكتور على السجود. أنا أرى أن الدكتور الأستاذ بيه الخولي، أنا شايف أن معنى السجود عند الدكتور أو الشيخ بيه الخولي أفضل، خاصة أنه استند على النجم والشجر يسجدان، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين لي. أنا شايف أن السجود هنا ليس بمعنى وضع الجبهة على الأرض فقط، لأن هذا سجود لله، إنما السجود هنا زي سجود الأشجار لله. كيف تسجد الأشجار لله؟ كيف يسجد النجم والقمر يسجدان؟ يسجدان كيف؟ على جبهتهم للأرض. هذا معنى فيه عبادة ونسك لله. الله تعالى حينما يصف خلق من خلقه أنه سجد، وإن لم ندرك نحن كيف سجد فنؤمن أنه سجد. أما حينما يقول إني جعلوا في الأرض خليفة أمرهم أن يسجدوا لهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فنحن في إدراكنا وفي عقولنا وفي مفهوم القرآن وفي اللغة السجود له هيئة، الأصل أنه كذلك. السؤال أنا بقول هل يتعذر هذا الأصل؟ هل إيه؟ يعني الأصل ده يتعذر؟ هل يا دكتور هل إيه؟ تعذر هذا الأصل؟ يعني يستحيل أن الملائكة تسجد كسجودنا؟ هل هناك مانع أن تسجد الملائكة سجودنا؟ إذا كان هناك مانع نذهب للتأويل. لما نقول أن الشجر ما ينفعش يسجد كده زي سجودنا، ده طبيعة الشجر أنه سجود معنوي أو سجود ربنا يعلمه سبحانه وتعالى، وارد. لكن أنا بقول هل يتعذر إني بالفعل الملائكة تسجد كسجودنا؟ إذا تعذر نأول، إذا ما تعذرش ليه نذهب للتأويل؟ يبقى سجدت بطريقة لا نعرفها، لأن إحنا أصلاً ما عندناش تصور لشكل الملائكة أصلاً، طولها وعرضها وارتفاعها وكده. فبالتالي نمرر الأمور كما جاءت وكما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا نذهب للتأويل ما دام لسنا في حاجة إليه. طيب يعني بس، لكن يا دكتور يعني أنت تتفق على أنه الخلافة السجود كان لآدم فقط ولا تسجد لنا الملائكة، لأن احنا لم نتعلم الأسماء كلها زي ما حضرتك استندت على الآية الكريمة. نحن لم ننجح في الأمرين معا، يعني أمر العبادة
والنسك لم نقم على صورته الحقيقية. وكذلك أمر الإعمار، في ناس حتى اللي عملوا إعمار طغوا به وتجبروا به، وفي ناس عملت إعمار فكان لله سبحانه وتعالى. يعني أنت متخيل الملائكة تسجد لواحد بيعبد شجر، ولا واحد ملحد ما بيعترفش فيقول إله، ولا الملائكة تسجد له؟ أي إكرام له وأي تكريم له؟ وأصلا ده هو لما يموت يعني الأرض تفرح لموته والسماء تفرح لموته، فكيف تسجد له الملائكة وهو على تلك الصورة التي يعني كل خلق الله سبحانه وتعالى يبغضونه لمعصية الله جل في علاه. طيب إذا السجود كان لآدم فقط، الخلافة للبشر كلها. آخر حاجة في البتاع لأن الوقت عدى، بس أنا عندي تصور كده، آدم تعلم الأسماء كلها كما قال النص الكريم. أنا فكرة أنه لم يكن أبناء آدم قابيل وهابيل يعرفون فكرة الدفن. نعم. طب آدم تعلم الأسماء كلها، هل فكرة الموت كانت فكرة صادمة أو جديدة أو زي ما احنا بنقولها بالبلد كده اختراع مثلا عندهم؟ لا. لماذا لم يعني لماذا كان دور الغراب أن يعلم ابن آدم كيف يدفن أخوه؟ ما الفكرة؟ ما الحكمة يعني؟ أولا هو الله تعالى أعطاه إدراكا أن يفهم مراد الغراب، ففي هنا معنى يعني غيبي، في معنى أن ربنا أعطاه إمكانات أن يفهم ماذا يفعل الغراب وما قيمة هذه الرسالة وما الذي ينبغي عليه من هذه الصورة. في هذا نفسه أصلا يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ثم لما يقوم الإنسان بقتل أخيه الإنسان يعلمه غراب، والغراب في عالم الناس مشؤوم، فحينما يتعلم القاتل لأخيه أن الغراب أفضل منه وأن الغراب معلما له، فهذا فيها ناحية تربوية، ومعنى أن الإنسان بعيدا عن طاعة الله أحقر من الغراب، وحينما يقتل أخيه أكثر شؤما من الغراب والناس تشاؤم من الغراب، ولذلك في معاني تربوية وليس جزء الشكلي فقط، لكن كيف دفنه بعد ذلك وكيف قتله وكيف تناسله وكيف وكل ما نفعله إنما هو من مخزون الشفرة التي وضعها الله تعالى لآدم، فتستخرج منها البشرية معلوماتها إلى يوم القيامة. وأنا وإنت النهاردة والناس بنركب الطائرة ونروح المطار ونركب الطيارة ونحجز وكده ونعمل تأشيرة وكلام ده، ولادنا ربما ولادنا يقولوا أبائنا دول كانوا يتعبوا نفسهم قوي، ويمكن الله أعلم تبقى في أنبوبة الواحد يركبها من البلكونة عنده يروح مكان ما يعجبه من غير لا طيران ولا مطارات، ويقولوا الناس لزحتنا احنا كنا متخلفين زي ما احنا كنا بنقول للناس اللي قبلنا كنا متخلفين. فالشفرة الوراثية في الإدراك العلمي اللي هو ربنا علمها الأسماء كلها البشرية كلها، إن الإنسان بقى يتعلم من الحيوان. طب علم آدم الأسماء كلها، والحوار داير في الملكوت الأعلى ما بين رب العزة جل شأنه وما بين الملائكة وما بين آدم، يعني هذا الحوار اللي داير في الملكوت الأعلى ده يعني آدم فهمه. طيب وبعدين يعني كيف آدم نعم التوقيت ده ما كانش آدم؟ لا ما هو سجدوا له، هو جه بقى خلاص بعد بعد السلام يذكر آدم إلا بعد نفخ الروح. طيب طيب اتنفخ فيه الروح وظهر آدم وقال رب العزة الملائكة اسجدوا، أحسنت، ولم يسجد إبليس، والقصة المعروفة دي. هنا السؤال بقى، آدم يفهم اللغة الدائرة بين رب العزة والملائكة، ثم ينزل آدم الأرض ويطرد، القصة بتاعة الشجرة وكده، كيف نسى آدم اللغة التي تحدث بها في الملكوت الأعلى؟ أولاً أنا سعيد جداً باستخدامك التعبير الأصح في هذه المسألة، فكرة الملكوت. الملكوت غير الملك. الملك ملك السماوات والأرض اللي هي أدواتي أنا وإنت والناس اللي إحنا شايفينه كله اسمه ملك، ملك الله سبحانه وتعالى. الملكوت أعلى من السماوات والأرض. السماوات والأرض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الأرض في كون الله إلا كحلقة في فلاة. فالملكوت شيء أعظم بكتير،
الملكوت ده لا تحكمه لغتنا ولا تحكمه أزمنتنا، فما فيش زمن ومالوش علاقة بأزمتنا خالص تماما، ولا تحكمه أدواتنا ولا تحكمه بداية الخلق ونهاية الخلق، فبداية الخلق ونهاية الخلق في أرضنا الصغيرة دي. أما ملكوت الله فهو قائم، ولذلك سماء الملكوت الأرض، سماء الملك اللي احنا شايفينها دي لا تحيط بالله فالله أعظم من ذلك، وأرض الملك دي لا تقل الله فالله أعظم من كل ذلك، فله ما في السماوات وما في الأرض جل في علا. فالملكوت له لغة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، له طريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لما ينزل الإنسان إلى الملك يتعامل بأدوات الملك زمنا ولغة. نعطيك مثال سريع يا أستاذ محمد، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا أخرجه في رحلة الإسراء والمعراج أخرجه من إطار الملك إلى دائرة الملكوت. دائرة الملكوت ما فيهاش قديم وحديث ومستقبل، فرح هناك في المسجد الأقصى وصعد إلى السماء العلى ثم عاد مرة أخرى ثم أعاده إلى مكانه في عالم الأسباب والمسببات، وما زال المكان دافئا. إذن هو ربنا أخرجه من دائرة الزمان اللي احنا عارفينه. علشان كده في حديث عجيب قوي يا محمد، النبي بيقول في حديث الإسراء لسيدنا بلال صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال إني سمعت دفن عليك في الجنة. بلال في التوقيت ده قاعد في قريش، قاعد في مكة، والنبي بيقول له سمعت دفن عليك في الجنة. هو سمع ولا تهيأ ولا إيه الموضوع؟ وبلال لسه ما ماتش، هو الله تعالى أخرجه من عالم الزمان في ملكنا ما بين السماء والأرض في الحتة الصغيرة دي كده اللي ما بين السماء والأرض، ملك الله ملكوت الله واسع سبحانه وتعالى، أخرجه إلى ملكوته. وملكوته ما فيه سماء، ما فيه شمس ولا قمر ولا ساعة ولا ليل ولا نهار ولا زمان، فأخرجه إلى عالم لا زمان. فمضى ما مضى وعاد إلى الناس بأزمنته سبحانه وتعالى. وبالتالي فلغة الملكوت ووقت الملكوت وطريقة الملكوت لا نقيس عليها زمن الملك الذي نحن فيه وأدواتنا وأسبابنا ومسبباتنا. ولذلك لا، أنا وإنت والبشرية كلها في الملكوت ربنا أخذ علينا الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم، أنا وإنت اتخذ علينا ده، وده في القرآن وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، وحضرتك مش فاكر وأنا كذلك مش فاكر صح؟ لكن في قلبي وفي قلبك وفي فطرة كل مخلوق الإيمان في قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. وهذا وهذا الميثاق سنذكره بحذافيره حينما نعود مرة أخرى إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. لذلك لما نزل آدم إلى الملك لم يكن له أن يستحضر لغة الملكوت ولا حالة الملكوت ولا هيئة الملكوت، فذلك فتلك وظيفة لها أدواتها المختلفة ووسائلها المختلفة. بشكرك فضيلة الدكتور جمال عبد الستار، بشكر حضرتك جدا يا فندم. الله يبارك فيك. الحقيقة يعني لقاء ممتع، وهي القصة نفسها بتاعت خلق آدم زي ما قال الدكتور جمال عبد الستار هي قصة تدعوك أنت للتأمل، لأن دي بداية الخلق كلها. أنا لفت نظري في الكتاب بتاع أبي آدم إن في صفحة 214 تقرير المجمع البحوث الإسلامية عن الكتاب ده، وفي هذا التقرير الحقيقة متكلمين على البحث اللي قدمه الدكتور عبد الصبور الشاهين وقايلين كلام كويس جدا وهو نشره الدكتور عبد الصبور. لكن لفت نظري إن آخر ورقة في البحث هي تحريرا في 7/8/1999 ميلاديا و 25/4/1420 هجريا، وبإمضاء الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية سامي محمد متولي الشعراوي، سامي ابن الشيخ الشعراوي. كل الشكر والتقدير للدكتور جمال عبد الستار، ورحم الله الدكتور. شكرك يا دكتور جدا والله جدا، إن شاء الله نلتقي كل الأسبوع القادم. الصوت مش وصلنا يا دكتور، الصوت ما وصلناش في الاخر جمله، الصوت ما وصلناش. بقول يعني اشهد الله تعالى ان هذا من امتع اللقاءات واجملها واسعدها، وانا استشعر اني في حديقه غناء، ويعني
بقلبي وعقلي وفكري، والوقت مر بطريقه سريعه جدا. ربنا فشكرك على هذا النقاش الراقي الرائع، وانا يعني اجدد سعادتي به، وربنا يبارك فيك وجزاك الله خير. دي شهادة اعتز بيها دكتور، ربنا يجازيك كل خير ويحسبه ان شاء الله في ميزان حسناتك. بشكرك يا دكتور جمال. زي ما شكرت الدكتور جمال بشكر برضو البهير الخولي رحمه الله، ولفت نظري عن الدكتور عن الاستاذ بهير الخولي بيتكلم على الاستاذ عبد الوهاب النجار فبيقول رضي الله عنه وارضاه. يعني اذا اي حد انت شايف ان هو كويس انا ممكن اقول عليه، او انت تقول عليه رضي الله عنه. الدكتور جمال عبد الستار رضي الله عنه، وهكذا الشيخ عصام رضي الله عنه، الاستاذ الشيخ محمد عبد المقصود رضي الله عنه، اي شخص نراه انه صالح ممكن نقول رضي الله عنه. ايضا رحم الله الدكتور عبد الصبور شاهين صاحب هذا المؤلف وسبعين كتاب، وكل الشكر والتقدير لفريق البرنامج ولمخرج البرنامج الاستاذ عمار. وقبل كل دول بقى الشكر والتقدير لحضراتكم. وكده خلصت الاسبوع ده، اتمنى اكون صح اذا ما كنتش فاكر دي اخر حلقه في الاسبوع. إلى أن نراكم غدا، أنا يوم الجمعة بكرة عندي بث مباشر عن حرب الأفيون، كيف أذل الأفيون الصينيين، وكيف استخدمت بريطانيا كل الوسائل القذرة للسيطرة على الصين سنة 1841. لكن ده هيبقى الساعة 10 توقيت القاهرة على قناتي على اليوتيوب. إلى أن أراكم غدا على قناتي على اليوتيوب. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. الله.